مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله، وعندنا النهارده اخبار كتير جدا هنناقشها مع حضراتكم، هنستعرضها مع حضراتكم بعد قليل. ولكن هنبدا بسيناريو هذه الحلقه، هنبداها بعد قليل ان شاء الله، وبعد استعراض وقراءه تحليليه لاهم الاخبار الموجوده معانا النهارده، هيعقبها فاصل قصير، وبعدها هنستقبل ضيفنا في فقرتنا الرئيسيه النهارده، الا وهو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبه، ويتحدث عن النادي الأهلي ورؤيته لكيفية التعامل أو التعامل بالشكل الأمثل لمجلس إدارة النادي ولجنة الكرة في النادي مع هذه المرحلة، وآليات العمل على تحقيق كل ما هو مستهدف واللي تمت الإشارة إليه في المداخلة السابقة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مع زميلنا العزيز سيد عبد الحفيظ، وأيضا الرؤية اللي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة النادي عن إعادة بناء فريق الكرة والوقوف على أوجه القصور وعلاجها في الفترة اللي جاية، وإعادة كل ما يتعلق بمنظومة الرياضة وفي مقدمتها كرة القدم إلى سابق عهدها في النادي الأهلي، وإلى ما يتلاقى مع طموحات وتطلعات المسؤولين في النادي ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. بعدها طبعا بسعد بصحبة حضراتكم، معايا زملائي الأعزاء أمير هشام ومحمد سعيد، وأيضا الفقرات هتكون متنوعة وأثرية في هذه الحلقة، هتكون عندنا فقرة أخرى وحوار آخر مع السباح عمر حجازي اللي بيتحدى الصعاب، وهذا الشاب المصري والنموذج اللي بيحتذى فعلا في هذا التحدي اللي بيخوضه وتميزه وتفوقه في هذه الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهتكون مع زميلنا أمير هشام. وأيضا مع زميلي محمد سعيد هتكون الفقرة الثالثة مع نجم الكرة المصرية نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا الكابتن محمود صالح، وأسئلة كثيرة مطروحة على مدار هذه الفقرات ومن خلالها مع زملائي ومع ضيوفهم في استوديو الأهلي الليلة. محمد سعيد هو طبعا اللي هيقدم الفقرة الثالثة، وأمير هشام زي ما قلنا لحضراتكم هيقدم فقرتنا الثانية مع السباح المتميز والبطل المصري عمر حجازي، وهيكون نجمنا في فقرتنا الثالثة نجم الكرة المصرية السابق الكابتن محمود صالح ونجم النادي الأهلي مع الزميل العزيز محمد سعيد. هنبدأ بأخبارنا النهاردة، هو خبر بيعكس حالة إحباط أصابت هذا النجم الكبير بعد ما تألق على مدار الفترة الماضية، وأجمعت الآراء في الشارع الرياضي والإعلام الرياضي في مصر أنه يستحق العودة وبقوة لمنتخب مصر، وأنه يكون في حسابات الجهاز الفني وفقا لرؤية القطاع الأكبر من المتابعين والمحللين. وليد سليمان نجم النادي الأهلي والكرة المصرية بيعلن اعتزاله اللعب الدولي. وليد سليمان بيعلن رسميا ان هذا القرار، واعلن لوسائل الاعلام وللصحافه او للصحفيين اللي تحدثوا معاه بشكل شخصي حتى الان حول هذا المحتوى او هذا الخبر وهذا القرار، بيقول انه قرار اتخذه بمنتهى الهدوء، وانه حسب تصريحاته حتى الان لا رجعه في هذا القرار، وانه قرار استقر عليه بشكل نهائي بعد ما قدم الكثير في الفتره الماضيه، ويشرف ايضا ارتداء فانيله منتخب مصر وتمثيل المنتخب، وبيتمنى التوفيق لزملائه وللجهاز الفني ولمنتخب مصر في كافه المسابقات اللي بياخدها. وليد سليمان اعتقد انه بين السطور حزنه الشديد لعدم انضمامه للمنتخب حتى لو لم يعلن عن هذا الامر، لكن ده طموح لكل لاعب بيجتهد ويقدم المستوى اللي وصله في الفتره اللي فاتت. وليد سليمان اللي وصل لحاله من النضج الكروي غير مسبوقه، واصبح من ابرز لاعبي النادي الاهلي والدوري المصري على الاطلاق، وكمان بصماته بقت مؤثره جدا حتى في المباريات اللي ما كانش وليد بيبدا فيها، كان بيشارك على فترات سواء من الشوط الاول فترات او ما بيكملش المباراه، او بيتم الدفع بيه كورقه رابحه او تغيير مؤثر في الملعب في الشوط الثاني ولو لمده 20 او 25 دقيقه، كان بيقلب المباراه لصالح الاهلي في مواقف معقده كان الفوز فيها بيتاخر كثيرا. كل الناس قالت ان وليد بيتحدى تقدمه في السن كلاعب كره، اقترابه من سن الاعتزال، او انه في مرحله بيقال عنها انها مرحله اعتزال معظم لاعبي الكره، بقى اداؤه افضل بدنيا، بقى بيلعب 90 دقيقه زي ما شفنا في الفتره اللي فاتت، وبيعمل سبرنتات وجهد بدني كبير جدا في الملعب، فضلا عن دوره كصانع العاب وكواحد من هدافي الفريق بشكل مؤثر جدا، ولمسات جماليه كمان هي مرتبطه بالموهبه الفطريه اللي ربنا منحها لوليد سليمان كواحد من امهر لاعبي الدوري المصري والكره المصريه في الجيل الحالي. بنتمنى لوليد كل التوفيق، ونتمنى انه ما في صالح الكره المصريه وصالح نجمنا وليد سليمان يصل الامر اليه في الفتره الجايه، اذا كان ربما القرار في النهايه للمسؤولين في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ربما تتم اعاده الحسابات، ربما يكون هناك احتياج لوليد مع زملائه النجوم المتميزين في صفوف منتخبنا، او ان اللاعب كمان يستمر في التحدي بمستواه ويفرض نفسه ويكون ضمن الاختيارات في الفتره الجايه. ما نعرفش طبعا السيناريو القادم، لكن هذا الخبر بالنسبه لنا محزن جدا، لان الكل كان بيترقب عوده وليد ومشاركته بقوه مع منتخب مصر. بنتمنى له كل التوفيق، سواء كان هذا القرار هو القرار الاخير او انه في فرصه لمشاركته مستقبلا مع المنتخب الوطني. الكابتن محمود الخطيب، زي ما قلنا لحضراتكم الخطه مستمره لبحث
آليات التعامل مع المشكلات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت والتغلب عليها، وإزاي النادي الأهلي بتكون أي مرحلة انكسار أو إخفاق في أي مسابقات بياخدها وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم المحلية والدولية، أي شيء لا يتناسب مع طموحات النادي الأهلي ورموزه ومسؤوليه وجماهيره ومحبيه في كل مكان، تكون بعدها نقطة إعادة حسابات وعلاج لأوجه القصور وانطلاقة جديدة للنادي الأهلي. وده التاريخ بيثبته وبيعلمنا ده من مواقف سابقة ومن انطلاقات جديدة بعد أي انكسار مر بفريق الكرة للنادي الأهلي أو ما كانش فيه في فترة من الفترات على المستوى المأمول أو ما يوافق تطلعات محبي وجماهير النادي الأهلي. وأعتقد ده هيكون محور رئيسي لحديثنا النهاردة مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة. كابتن محمود الخطيب، يعني في اجتماع مرتقب غدا إن شاء الله في النادي الأهلي مع كل من أو قيادات الجهاز الفني لكرة القدم في النادي الأهلي، كارترون والكابتن محمد يوسف، المدير الفني باتريس كارترون والقائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام الكابتن محمد يوسف، لتسلم التقرير الفني لهذا الجهاز الفني للفريق الأول. هيتسلموا منهم طبعا رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الكرة كابتن محمود الخطيب، ودراسة كل الملاحظات ومحتوى هذا التقرير ومناقشتهم أيضا في كل ما يتعلق بشؤون فريق الكرة واحتياجاته في الفترة المقبلة، وأيضا رؤية مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الكرة ونتائج المرحلة السابقة، وبشكل خاص طبعا عدم الفوز بالبطولة الأفريقية أو الشكل اللي ظهر عليه الفريق في المباراة الأخيرة على ملعب أو في استاد رادس. وده بيتفق مع ما أعلن عنه كابتن خطيب في الفترة اللي فاتت وتصريحاته بشأن إعادة البناء وإعادة تصحيح مسار فريق الكرة، وأيضا النظر للسياسات المستقبلية المتعلقة بقطاعات الناشئين أو أكاديميات النادي الأهلي في فروعها المختلفة. مرتبط بالتقرير ده وتقديمه أيضا دراسة الأمر وعرضه على مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة غدا لرؤية احتياجات الجهاز الفني اللي هيعرضها من خلال هذا الاجتماع على الكابتن محمود الخطيب، والوقوف على كل الرؤى الفنية اللي ممكن تتلاقى فيها رؤية مجلس الإدارة ورؤية لجنة الكرة مع رؤية الجهاز الفني والتوصل إلى أفضل سيناريو لإعادة فريق الكرة إلى مساره الصحيح والمأمول والمتوقع في الفترة اللي جاية. وده هيتم عرضه كمان على مجلس الإدارة من خلال الاجتماع اللي هيعقد غدا، وهذا الاجتماع بيناقش أمور كثيرة جدا خاصة باعتماد ميزانية المرحلة السابقة أو تحديد كل الأمور والتفاصيل الخاصة بالميزانية والحساب الختامي للعام الماضي والاستعداد والترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية القادمة إن شاء الله المقرر لها 23 من الشهر الجاري. هذا الاجتماع بيعقد أيضا مساء غد في النادي الأهلي في الجزيرة، تحديدا في 5 مساء غدا إن شاء الله. وعندنا بعد كمان اجتماع مجلس إدارة خبر آخر مهم جدا، المنتخب المصري بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهة تونس. هذه التدريبات تختتم غدا في استاد الجيش المصري في برج العرب استعدادا للمباراة اللي هتقام إن شاء الله مساء الجمعة بين المنتخبين المصري والتونسي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2019. الخبر طبعا يعني أعتقد أنه يسعد الجماهير أن خلاص بحساب النقاط تأهل الفريقان للنهائيات القادمة في 2019، منتخب مصر ومنتخب تونس، لكن كل فريق عنده الأمل في أن يتصدر هذه المجموعة ويخش وهو في المركز الأول أو على رأس مجموعته، وهذه الحسابات الخاصة بطموحات كل نجوم في أي منتخب عربي وفي مقدمتهم منتخب مصر وكل الأجهزة الفنية اللي بتتولى المهام. نتمنى طبعا أنها تكون مباراة تليق بالمنتخبين الشقيقين وتكون أيضا على مستوى المنافسة الكروية في الملعب وبعيدة عن أي خروج عن اللائق أو أي توتر أو مشاحنات، لأن احنا بنقول أن ده المطلوب، الصورة الجميلة اللي احنا عايزينها في ملعبنا، وبنتكلم عن ده خلال الفترة اللي فاتت وتحديدا في الأيام اللي سبقت المباراة التانية بين الأهلي والترجي. بنتكلم عن طبيعة التنافس الرياضي وفهم متعة والاستمتاع وحقيقة الاستمتاع بالرياضة بعيدا عن التعصب والتطرف والعنف وكل ما فيه خروج عن اللائق أو عن الروح الرياضية. ونعتقد إن شاء الله أن المباراة هتخرج بشكل لائق بالمنتخبين الكبيرين منتخب مصر ومنتخب تونس، ونتمنى طبعا أن يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني في هذا اللقاء. خبر آخر من الأخبار المبشرة جدا بتطوير منظومة كرة القدم والرياضة في مصر في الفترة الجاية، شركة بريزنتيشن، واللي بيطلق عليها النهاردة أنها كمان راعي الكرة المصرية بشكل عام بعد ما حققته من نجاحات في الفترة السابقة وفي زمن قياسي أو في أعوام قليلة جدا. بريزنتيشن بتعقد غدا صباح غد إن شاء الله والساعة 11 صباحا الخميس
في أحد الفنادق وتحديدا في نايل ريتز كارلتون هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن الرعاية اللي هتتم لمشروع الألف موهبة. وهذا المشروع المستهدف وتم الإعلان عنه عن طريق وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي لرعاية وللبحث عن واكتشاف ألف موهبة في ملاعب كرة القدم المصرية ورعايتها فنيا وماليا ودعمها في الفترة الجاية والاستفادة بها سواء فنيا أو استثماريا وتأثيرها على المنتخبات الوطنية وعلى منظومة كرة القدم في مصر بشكل عام. وبيشارك في حضور هذا المؤتمر الدكتور أشرف صبحي مع قيادات طبعا شركة بريزنتيشن الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات الشركة وقيادات منظومة الرياضة وكرة القدم في مصر بشكل عام. والترتيبات والتفاصيل الخاصة بهذا المشروع الضخم اللي بيرعى ويبحث عن ويستكشف الملاعب المصرية في المدن والمحافظات المختلفة للتوصل إلى ألف موهبة حقيقية ومشروع لرعاية وتقديم ألف محترف مصري في كرة القدم. وبيشهد أيضا هذا المؤتمر الكشف عن مشروع الألف موهبة رياضية وعدد أيضا من الرياضات الأخرى اللي بتدخل في حسابات الاهتمام والتطوير في مصر في الفترة الجاية على مدار أو على مستوى كافة اللعبات الأخرى ولا يقتصر الاهتمام فقط هنا على كرة القدم. إن شاء الله هتكون لهذه الرياضات المذكورة في أيضا هذا الخبر ومنها ألعاب القوى، المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، رفع الأثقال، تنس الطاولة، كرة اليد وكرة السلة بتحظى باهتمام المسؤولين سواء في وزارة الرياضة والاتحادات الوطنية لهذه الرياضات بالتنسيق مع الرعاة طبعا ومع تحديدا شركة بريزنتيشن. ويقام هذا المؤتمر زي ما قلنا لحضراتكم في نايل ريتز كارلتون في ميدان التحرير وسيتم السماح لجميع وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة بحضور هذا المؤتمر وتمت دعوتها بالفعل. خبر آخر مرتبط بالخبر السابق، وزير الرياضة المصري يجتمع برؤساء الاتحادات للمشاركة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. الاجتماع تم اليوم بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية والمشاركين ضمن هذا المشروع القومي لرعاية المواهب والأبطال الأولمبيين. تناول الاجتماع الاتفاق على الإطار العام والأسس العلمية لانتقاء اللاعبين، كما ناقش الاجتماع سبل تذليل كافة العقبات وتيسير مهمة الاتحادات والرياضيين المتفوقين أو المتميزين نفسهم في اللعبات المختلفة لتحقيق أفضل نتائج ولتأثيرهم في مناخ الرياضة في مصر بشكل عام وعلى نتائج المنتخبات الوطنية المختلفة. ويتضمن المشروع زي ما قلنا لحضراتكم عدد من اللعبات وفي اهتمام كبير على مستوى الرياضة أو قطاع الرياضة في مصر بشكل عام في الفترة الجاية مالي ولوجستي وفني وإعلامي، ولا يقتصر الأمر زي ما قلنا لحضراتكم على مشروع رعاية مواهب الكرة أو الألف موهبة في كرة القدم فقط. هنختتم هذه الفقرة مع حضراتكم، احنا ده من أجل إعداد طبعا للدورات الأولمبية القادمة أفضل كوادر وإيجاد أبطال مصريين وبطلات مصريات يكونوا قادرين إن شاء الله على تقديم نتائج مبهرة وعلى المشاركة بقوة في المنافسات والحصول على المراكز المتقدمة والميداليات في الدورات الأولمبية القادمة بإذن الله. هنختتم هذه الفقرة بتقرير هنتابعه مع حضراتكم، وأيضا بعد هذا التقرير نعود سريعا لاستقبال ضيفنا في فقرتنا الأولى الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة. المشروعات القومية هي أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة على أجندتنا، أجندة إعداد الأبطال وأجندة الاستعداد المبكر للبطولات والاهتمام بالبطل الرياضي. دايما أنا بقول مصر لا ينقصنا شيء عشان ما نكونش دايما في المقدمة على مستوى البطولة والرياضة، متعاونين مع اللجنة الأولمبية بأعضائها الأفاضل، متعاونين مع الاتحادات الرياضية، لأن احنا كلنا في طريق واحد، ما حدش عنده حاجة تاني غير بلدنا ومصر. الجديد ان ده اجتماع تحضيري قبل المؤتمر الصحفي، ممكن ان شاء الله اللي هيتعلن عنه عن المشروع الكبير، مشروع الامل للرياضه المصريه كلها، اللي هو مشروع انتقاء ورعايه الموهوبين. الموهبه اصلا موجوده في مصر، ولكن ازاي نوصل لها؟ هو ده المشروع من اول ما بداناه، من اول ما انتقينا، يمكن بقى لنا داخلين على سنه او سنه وشويه بننتقي وبنلف المحافظات كلها و يعني بنشوف رؤيه جديده جدا للرياضه دي. الحقيقه من ايام الوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز مع الرقابه الاداريه مع
يعني تحت اشراف رئاسه الجمهوريه، ودي حاجه طبعا رئاسه الجمهوريه تهتم بالرياضه بالشكل ده، ده يبقى فعلا في امل في الرياضه المصريه. الاجتماع النهارده كان اجتماع طبعا مثمر جدا، كان اجتماع يعني في 9 اتحادات مختلفه، فيهم لعبتين جماعيتين و7 العاب فرديه. الاهتمام الكبير فيه بالناشئين والموهوبين اللي هم هيبقوا تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه النهارده، انتقل المشروع كله لها. انا شايف ان معالي الوزير دكتور اشرف صبحي يعني مهتم جدا، لان يمكن حضرتك عارف سياده الرئيس جمهوريه مهتم جدا بالشباب، وبالتالي بينعكس ده على شباب الرياضه برضه والرياضيين. طبعا هو استكمالا ل يعني يمكن سنة تحضير للمشروع ده، الحقيقة اجتماعات مطولة ما بين وزارة الشباب والرياضة والرقابة الإدارية ورؤساء الاتحادات، وتم الانتقاء، يعني كانت مرحلة الحقيقة طويلة، خدت جهد كبير قوي من الأطراف كلها، ولكن في الآخر الحمد لله وصلنا اللي احنا عايزينه. النتيجة هيبتدي إن شاء الله المشروع، واستكمالا لمشروعات اللي موجودة فعلا في وزارة الشباب والرياضة اللي زي مشروع قومي الناشئين اللي الحقيقة بدأ يدي ثماره. يعني احنا يمكن في اخر بطوله جمهوريه اكتر من 5 أو 6 اولاد من المشروع بداوا ياخدوا مركز اول في بطوله الجمهوريه، وفيهم حقيقه يعني 6 7 كده انا عايز اركز عليهم ان شاء الله، لان هم دول اولمبياد الشباب 2022. اجتماع اليوم كان يعني شكل اهم اللي هو كان مشروع الموهوبين او مشروع الناشئين اللي هو بيخص الوزاره، يعني بعض التوجيهات وبعض النقاط اللي احنا متفقين عليها اتكلمنا عليها واكدنا عليها. والشق الثاني طبعا الوزير برضو مع الوزير مهتم باولمبياد 2020، وادانا فكره خفيفه كده على ممكن يعملوا في 2020 بالنسبه للابطال اللي هم مرشحين، ولسه لنا لقاء تاني معاه بالنسبه للمشروع ده. بالنسبه للموضوع ده، كل اتحاد من الاتحادات عمل انتقاء واختبارات لفترات طويله بواسطه هيئه الرقابه الاداريه تحت اشراف هيئه الرقابه الاداريه والمندوبين من خلال الاتحادات، وعملنا اختبارات فعلا وانتقينا الناس على اعلى مستوى، والناس دي هتخش تدوب جوه مشروع الناشئين بتاع الوزاره، ومجرد ما هتخش في مشروع الناشئين ان شاء الله السنه والثانيه هيبان اثرهم ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونرحب بضيفنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبه. مساء الخير يا استاذ سعيد. خير. اهلا بحضرتك، وبنشرف بوجود حضرتك معانا دايما. ربنا يخليك، انا شرف لينا. استاذ سعيد، قبل ما نتكلم عن رؤيتك لهذه المرحله على مستوى كره القدم وعلى مستوى كمان ما تتوقع وما تتمنى ان يقوم به مجلس الاداره بشان فريق الكوره في الفتره اللي جايه، خلينا نستعرض مع حضرتك مجموعه من الاخبار المهمه اللي بدانا بها الحلقه النهارده. وليد سليمان يعلن اعتزاله اللعب الدولي، كيف ترى هذا القرار؟ رايك في موقف وتعامل المنتخب او عدم اختيار وليد سليمان في الفتره اللي فاتت؟ لا ده طبعا قرار صادم جدا، وده يعني المنتخب بيعاقب نفسه مش وليد، وده يعني قرار حقيقه محزن لجماهير الكره. وليد سليمان احسن لاعب في الدوري المصري خلال الفتره اللي فاتت، وعدم اختياره يعني جريمه كبرى في حق المنتخب، وانا بناشده ان هو ما يعني يتراجع في هذا القرار، وبناشد القائمين على المنتخب ان هم يعيدوا النظر في المساله دي. احنا عندنا كم وليد سليمان، ده لعيب خبره بكل المقاييس. حضرتك شايف ان المنتخب في حاجه الى جهود وليد سليمان؟ طبعا لعيب كبير وامكانياته كبيره جدا، هداف، سكورر، بلاي ميكر، دينامو في الملعب، بيموت نفسه عشان الفانيلا اللي لابسها، فده يعني نموذج رائع جدا. فما ينفعش ان هو يعني المنتخب بيعاقب نفسه ولا ايه؟
اعتقد كمان ان في ناس مش عارف حضرتك متفق ولا مختلف معاهم شايفين ان كيرف اداء وليد سليمان الفني والبدني زاد جدا في السنتين كمان اللي فاتوا. في النهارده يعني النهارده انت شايف رونالدو عنده 33 سنه داخل 34 سنه وتعمل له عقد مهول وجبار، ويعني لما انتقل الاخير للدوري الايطالي وهدافه بيجيب جوان وكده، فاحنا عايزين يعني عايزين نتوقف او نكف عن ثقافه ان اللعيب عدى 30 او 31 او 32 يبقى خلاص بطل. لا، في بيلعب لغايه 35 و36 سنه بنفس الاداء. وبعدين في وليد من نوعيه خاصه ان هو كلما زاد سنه زادت خبرته وزاد جهده في الملعب وبيشتغل على نفسه كويس. فانت عندك كم واحد عنده خبره وليد وعنده يعني مهاراته الفنيه العاليه جدا، احنا شفناها في ماتش الترجي الاولاني، حاجه يعني حاجه جميله جدا وحاجه جباره جدا. ده عمل كوره اللي هي الضربه الحره اللي جت في العارضه، يعني مستوى عالمي، يعني وصل مستوى عالي جدا. فطبعا هذا القرار صادم. وانا يعني هنا حضرتك هل تتمنى ان الراي العام الرياضي وجهاز المنتخب ما ينظرش لسن وليد سليمان كلاعب كره بس ينظر بشكل موضوعي لفنياته وادائه وجهده في الملعب؟ طبعا ما ينفعش، يعني هم بيحاولوا او يعني كما يقال انهم بيحاولوا ينزلوا بالسن قدر الامكان في المنتخب، بس لابد ان يكون في عندي استثناءات لان دي لعيبه ما بتتكررش. الخبره المنتخب محتاج خبره، اللي زي وليد سليمان ده زي القاطره بيجر وراه اللعيبه بتاعت المنتخب اللي هم اصغر سنة بياخدوا منه خبره. اثنين، هو بيعرف يعني انت محتاج لعيب بخبرته يعرف يهدي الملعب امتى، يعرف ينشط زملائه امتى، يعرف يعمل ايقاع للماتش مظبوط. في نفس الوقت ده في اي لحظه ممكن يجيب لك جول، في اي لحظه ممكن يوصل اللعيب للجول. يعني عنده مهارات عاليه جدا، يعني هو من القلائل اللي بلاي ميكر كويس، في الجناح بيلعب كويس، لما يعني في امام المرمى في بره المرمى بره الصندوق رجله على الجون ممتازه، رجليه الاثنين ممتازه، يعني بيجيد الكرات الثابته بيحرز منها اهداف كتير. فعنده مهارات عاليه جدا. فانت عندك كم واحد بنفس الخبره دي في المنتخب؟ نتمنى زي ما حضرتك قلت ان يبقى في اعاده نظر سواء من نجمنا وليد سليمان هو نفسه يعيد حساباته بالنسبه للقرار ده ويظل في هذا التحدي مع نفسه على مستوى الفني والبدني وادائه وعطائه مع النادي الاهلي محليا ودوليا، وانه على نفس كمان الرؤيه او بنفس الرؤيه يبقى في اعاده نظر في حسابات الجهاز الفني للمنتخب زي ما حضرتك قلت. هننتقل لاخبار اخرى ناخد تعليقات سريعه من حضرتك عليها قبل ما ندخل في موضوعنا الرئيسي. غدا اجتماع يتسلم فيه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة التقرير الفني من المدير الفني باتريس كارترون والمدرب العام الكابتن محمد يوسف. أهمية الاجتماع ده من وجهة نظر حضرتك وأهمية مناقشة الكابتن الخطيب شخصيا بصفته وخبراته الكروية ومسؤولياته كرئيس للمجلس مع الجهاز الفني، المناقشة الفنية المرتقبة في الاجتماع ده؟ أعتقد إن في تقرير تاني من الجهاز الطبي، يعني هو طالب يعني أعتقد ثلاث تقارير ضمنهم الجهاز الطبي، وده مهم جدا. وأنا يعني دي حاجة كويسة إن هو طلب تقرير طبي، لأن يعني التقرير الطبي مهم جدا. في عندك حوالي 10 لعيبة أصيبوا أو الإصابات عالية جدا، نسبة الإصابات في الأهلي عالية جدا، وده أثرت على أداء الأهلي فريق في البطولة الأفريقية، فقدت عناصر مهمة جدا بسبب تكرار الاصابات. في لعيبه زي رامي ربيعه بقاله 9 شهور ما بيلعبش او بقاله اكتر من 9 شهور ما بيلعبش، في يعني في اكتر من لاعب انت خسرتهم. هنا في علامه استفهام كبيره حوالين يعني تكرار الاصابات او تعدد الاصابات وطول فتره استشفاء اللاعبين كمان فانت محتاج. وانا بناشد الكابتن محمود الخطيب يعني بالمناسبه ان هو يعني يولي الحكايه دي رعايه خاصه وشكل لجنة طبية على مستوى عالي جدا لدراسة الظاهرة دي، لأن ده حصل في أندية عالمية، يعني حصل في تشيلسي، وتشيلسي شكل لجنة طبية كبيرة جدا. اللجنة دي اتقسمت لجنة تشوف الملعب نفسه اللي بيتدربوا عليه، ملعب تشيلسي، صلابة الملعب أو صلاحية الملعب، فتبان إن صلابته عالية جدا. وفريق تاني يشوف الأحمال التدريبية اللي بياخدها اللعيبة، وفريق ثالث يعني تقسموا ثلاث فرق مجموعات وعملوا دراسات جامده جدا. انتهت الدراسات دي على ان ما ينفعش ياخدوا جرعه تدريبيه واحده لياقه بدنيه كل الفريق
ياخد نفس الجرعة في الأحمال، لأن بعض اللعيبة بتتحمل أحمال معينة، بعض اللعيبة فخدوا كل حال على حدة، وبقى التدريب ما هوش وزع على الكل زي بعض حمل تدريبي، لا في تختلف الأحمال التدريبية من اللاعب الآخر، عشان وقلت فعلا نسبة الإصابات بعد الدراسات اللي تمت في تشيلسي اللي تمت دي. اتصلح الملعب بحيث يبقى ما بقاش صلب قوي، لان ده بيأثر على الركب، يعني حصل ظاهرة إصابات كتيرة جدا في الركبة والتواءات الكواحل، ده كمان بيسبب مشاكل في الظهر كمان، سبب مشاكل صلبة يشكل خطورة على الركب وعلى الظهر بالظبط. برافو عليك، على الظهر وعلى الركب. الحاجة التانية يعني في حاجة مهمة جدا برضو، أنا يعني حكاية إن احنا نشكل جهاز طبي على مستوى عالي ونقول هي عناية جامدة جدا، لأن ده جزء مهم جدا في التطور العلمي لكرة القدم، يعني يبقى فيه اهتمام بالجانب ده. أنا عايز أقول لك السنة اللي فاتت نادي برشلونة اشترى لعيب من ريال سويداد اللي هو عثمان ديمبلي، ده من اصل افريقي بس هو فرنسي من اصل افريقي، يعني والدته من مالي والده من مش فاكر منين، بس هو اصل افريقي، لعيب كويس جدا مهاري وعالي جدا، كان عنده 20 سنه ودفع فيه رقم كبير جدا، اصيب بسرعه جدا بعد التعاقد معه، يعني ثمنه وصل ل 150 مليون دولار، ولعب شهر واحد بس ثلاث ماتشات او اربع ماتشات، واصابه قعد فيها ثلاث شهور. انت طبعا اللعيب ده مشروع اقتصادي او وحده اقتصاديه لابد من التعامل معاه بهذا المفهوم، يعني فحطوا له برنامج او اتحط في برنامج كامل، طبي كامل جدا، رعايه طبيه كامله جدا، قياس عضلات يعني رسم للعضلات، التغذيه، رسم للعمود الفقري، يعني اتعمل عليه تشيك اب كامل، وتعمل عليه دراسات كامله، وتبين ان الاصابات اللي بتتكرر له دي سببها ان ضعف في بعض العضلات، فالضعف العضله عضلات مثلا الساقين او الظهر او كده بيسبب اصابات في الركبه، لان الركبه بتحمل على زي ما بيقولوا الاطباء بتتحمل الحمل اللي مش قادره العضله الضعيفه تستحمله بالظبط كده. وبعدين ده لعيب مهاري، لعيب مهاري يعني ايه؟ يعني بيراوغ ويموه ويميل بجسمه فبيعمل تحميل عالي جدا، تحميل على المفاصل، فده بيعرض له اصابات، فتحط تحت برنامج. وانا قريت يعني قريت تقارير عنده يعني عنه في الصحف الاوروبيه، قال لك اتحط في نفس البرنامج اللي خده ميسي لما بدا في برشلونه، برضو كل اسبوعين ثلاثه اصابه، مش اصابات ضرب، لا اصابات مش نتيجه التحامات، لا نتيجه ان هو عضلاته ضعيف، فهتحط له برنامج لتقويه العضلات، وكان بيتمرن يعني كان البرنامج ده كل يوم ساعه او ساعه ونص يقوي عضلات معينه وتحت رعايه متخصصين. وميسي تحديدا كان عنده مشاكل طبيه من وهو طفل وهو ناشئ خاصه بنمو البدني، وخد برنامج علاجي استمر لسنوات عشان يقدر يبقى لاعب كره محترف بالظبط كده، كان ضعيف جسمانيا. فانت هنا انت بتتعامل معاه كمشروع اقتصادي كبير جدا، يعني حد زي ميسي، حد زي ديمبلي، حد زي برضه النجوم بتوعنا، لا يعني حضرتك هنا بتتساءل كيف اضع لهذا النجم وقيمته الفنيه والاستثماريه والماليه البرنامج التدريبي المناسب له بالظبط، المناسب له اللي يعدل من اي مشكله في عضلاته او في امكانياته. بقى خبراء، لا لان الاصابه دي بتكلفني انا كنادي، يعني بتكلفني كتير جدا فنيا وماليا. انا ما بخسر بطوله زي بطوله افريقيا عشان عندي 7-8 اصابات، وممكن 2-3 منهم يعني مهمين، احمد فتحي فانا هنا بخسر كتير، يعني خسرت كتير، فلابد ان انا اتعامل معاه بشكل علمي، اتعامل مع الحكايه دي بشكل علمي، مش مجرد طبيب او 2-3 اطباء ودول اطباء الجهاز الفني وخلصت الحكايه على كده، لا انا بجيب خبراء، وحتى لو اضطريت ان انا اجيب خبراء اجانب لقياس العضلات والكلام. هل تناشد الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الحالي في النادي الاهلي ان هم يقوموا باجراءات دقيقة جدا طبية على مستوى عالي جدا لكل الفريق؟ الكابتن محمود الخطيب على فكرة، الكابتن محمود يعني عقلية منظمة، وهو اهتم بالحكاية دي على فكرة، يعني هو من حوالي يعني أنا سمعت إن هو من 3-4 أيام حط في دماغه الحكاية دي، وأعتقد إن هو بصدد تشكيل لجنة للحكاية دي. دي بقت مسألة في غاية يعني في غاية الأهمية. انا عايز اقول لك نادي الـ يعني نادي برشلونه
خد 10,000 خد 10 ملايين يورو عشان ديمبلي ما لعبش عدد المباريات. يعني كتب في العقد ان هو لو لعب 50 مباراة بقميص برشلونة النادي بتاعه اللي هو اللي باعه اللي هو ريال سوسيداد ياخد 10 ملايين. فالنادي ده خسر نتيجة ان هو ما لعبش طبعا قعد 3 شهور الموسم كامل مش هديله 50 مباراة. فانا برضو دي لابد ان تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للتعاقدات. انا ما بتعاقد مع ببيع لعيب عندي لعيب كويس ممكن برضو من شروط التعاقد انه لو لعب مثلا عدد سي 30 مباراة بقميص النادي في اول موسم انا ليا اخد فلوس لابد ان استفاد من هذه الخبرات. اثنين سؤالك اللي هو الاجتماع ده اعتقد من اهم الاجتماعات او من اهم المسائل في الفترة الحالية. وده كويس جدا الكابتن محمود الخطيب يعني اهتم بالحكايه دي لانه زي ما احنا شايفين كلنا لا في اخطاء وما ينفعش يعني ما ينفعش ننكرها ولابد من واجهتها. والاهلي واجه ده كتير يعني حصل في تاريخ النادي الاهلي بيواجه ضربات. صحيح ان في ظروف خارجيه تدخلت ضد النادي الاهلي وفي كم محاولات لاسقاط النادي الاهلي وفي يعني في حاجات كتير كلنا عارفينها. مناخ عام سيء جدا مناخ معادي للنادي الاهلي لكن احنا تعودنا وتعلمنا ان احنا بنرد دايما في الملعب ونشوف عيوبنا ايه. طيب ده اللي هننتقل له مع حضرتك بعد دقائق قليله جدا لان ده هيبقى موضوع حوارنا الرئيسي معاك يا استاذ سعيد. لكن خلينا نستكمل استعراضنا للاخبار وتعليق حضرتك عليه. عندنا اكتر من خبر مرتبط برعايه المواهب. عندنا طبعا اجتماع لمجلس الاداره بس امور اداريه خاصه بالاعداد للجمعيه العموميه ومراجعه الحساب الختامي. وعندنا اتفاقيات بتتم شركه برزنتيشن بترعى المشروع الجديد مع وزاره الشباب والرياضه لرعايه او للبحث عن وايجاد 1000 محترف في الكوره في مصر. اهميه المشروع ده من وجهه نظر حضرتك؟ ده طبعا مشروع مهم جدا وانا كنت طلبت هنا برضو في يعني في قناه الاهلي ان لابد يعني نهتم بالبحث عن مواهب لان يعني بلدنا اللي طلعت مواهب كتير جدا زي الخطيب وزي دلوقتي محمد صلاح وزي كثيرين. يعني اكيد في مواهب كتير اللي طلعت ام كلثوم وعبد الوهاب في الفن وطلعت عبقره يعني محمود مختار في المسال محمود مختار وطه حسين. البلد اللي بتطلع المواهب العبقريه دي اكيد فيها عبقره في كره القدم. فاحنا محتاجين فده مشروع كويس جدا. بس انا يعني اتمنى ان برضو وزاره الشباب تخش بدور اكبر من ده شويه. بمعنى ايه؟ انت محتاج بنيه اساسيه للكوره، محتاج ملاعب كتير جدا، محتاج ساحات كتيره جدا للكوره، لان عدد الملاعب الموجود او عدد الساحات اللي موجود قياسا بالتعداد السكاني قليل جدا، ودي محسوبه بالورقه والقلم قياسا بدول كثيره اخرى. فاحنا محتاجين من وزاره الشباب وزير الشباب ان هو يتبنى مشروع قومي لنشر ملاعب مفتوحه للشباب. دي يعني بتفيدني في حاجات كتيره جدا. عايز ممارسه النشاط الكروي تبقى في كل حته في كل مكان في اي ساحه فاضيه تتعمل فيها ملاعب زي ملاعب السداسيه كده سداسيات كره القدم. دي هتفيدني في حاجات كتير. اولا هتمتص طاقه الشباب وهنبعدهم عن يعني مناخات التطرف او نبعدهم عن بؤر التطرف. يعني انت انا بحمي شبابي في ضد التطرف الديني. اثنين يعني كونوا بيمارس الرياضه فده مفيد جدا في حياته مفيد جدا لبلده. ثلاثة انا بوسع قاعده وبعمل انفراستراكشر كبيره جدا للكوره. واحنا لو بصينا على بره بلاش يا سيدي يعني نتكلم عن دول متقدمه قوي لكن الدول حتى يعني الدول حتى الناميه في دول كثيره ناميه. مساله الملاعب دي مساله مهمه جدا للصحه النفسيه والصحه الجسمانيه
انت بتعمل يعني مصد الامراض حتى يعني بتعمل وقايه طبيه يعني بدل ما تصرف عليه بعد كده اهله يصرفوا عليه بعد كده انيميا ومش عارف ايه والتهاب كبدي وحاجات كتيره جدا. والرياضه لها تاثير على البني ادم بتخليه سوي بنسبه كبيره يعني ممارسه الرياضه من الحاجات اللي في عمر المراهقه والشباب بتفرق مع الانسان في حياته كلها. طبعا بتدي له انت عارف يعني ده مؤكد ده خلاص ثبت علميا اللي بيمارس الرياضه ده يعني قابليته ان هو يبقى انسان طبيعي وسوي ومعتدل ومتزن وكده عاليه جدا عاليه جدا 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 لان بتدي له اولا يعني حاجه اسمها يعني بتدي له ثقه بالنفس شديد معتز بنفسه معتد بنفسه معتد بكرامته كده بيطلع حتى مقبل على الحياه عنده نشاط وعنده دايما طموح وما يتكسرش بسهوله ولو وقع يقوم تاني والحياه كلها يعني الحياه كلها مطبات يعني بيواجه في حياته الاجتماعيه او في حياته العمليه اي انسان بيواجه مطبات كتيره يقع فلازم يقوم تاني. سبحان الله حضرتك تعلم ان الجهد البدني بيشيل الضغط او الاسترس عن العقل عن المخ عشان كده اللي عنده مشاكل كتير اكتئاب عنده مشاكل نفسيه عنده ضغوط الدكتور يقول له قوم وضب اوضتك اعمل حاجه نظف حاجه اعمل حاجه بايدك حاجه بالظبط كده. اول سؤال لو واحد راح لدكتور نفسي وعنده اكتئاب اول حاجه الف ب يعني الف ب الطب النفسي يساله عن حاجتين اول حاجه بتشتغل ولا ما بتشتغلش هو لو كان في سن العمل يعني بتشتغل ولا ما بتشتغلش لو قال لي كده بيروح مدرسه ولا ما بيروحش مدرسه بتشتغل ولا ما بتشتغلش دي مساله مهمه لو ما بيشتغلش خلاص عارف المشكله لان ما بيشتغلش ده خلاص دخل في مود سيء جدا لكن لو بيشتغل الحاجه الثانيه طفولته يعني بيسال على الطفوله كانت شكلها ايه سيبك من حكايه الطفوله لكن بيشتغل او ما بيشتغلش دي مساله مهمه. اثنين ممارسه نشاط الرياضه بالنسبه للكلام اللي حضرتك بتقوله من شويه ان هي بتخلي العقل بتاع لان الدوره الدمويه بتشتغل بكامل طاقتها فالدم بيوصل للدماغ بشكل جيد فطبعا كل الخلايا بتشتغل بكفاءة عالية جدا دي ميزة الرياضة عشان كده يعني كان مقولة ولا انا ضدها يعني العقل السليم في الجسم السليم كان قصدهم كده بس يعني طبعا التاريخ اثبت لنا وتاريخ المدنية والبشرية وتاريخ تطور العلم الهائل اثبت لنا ان مش هي دي لان في عباقرة كتير جدا اللي كان مشلول واللي كان بتاع واللي كان بليد في المدرسة واللي كان مش عارف يعمل مخترعات عظيمة جدا فما هيش كده لكن الجانب الطبي اللي فيها مهم جدا يعني مؤكد الرياضه بتخلي الانسان قابليته على انه يبقى سوي مفيش في العلم بتخلي حياته افضل بشكل عام. في علم النفس مفيش حاجه اسمها انسان سوي بنسبه 100% كل انسان بيتعرض لضغوط لكن النسبه المتعرف عليها علميا بيبقى الرياضي ده بيبقى اقرب للنسبه المطلوبه خصوصا الموضوع ده كمان له ابعاد اكبر اللي هي اللي حضرتك اتكلمت عنها في البدايه استثمار وتسويق للاعبين وتحسين لمستوى او ارتقاء مستوى كره القدم في مصر بخروج محترفين اكتر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه احنا عندنا مشاكل برضو تانية يعني احنا الاهلي بيدور على لعيبه ودايما الانديه بتدور على لعيبه عندنا مشاكل تانية طبيه يعني عندنا في المصريين ما عندناش الثقافه الطبيه او الثقافه الغذائيه الاكل في انتشار شويه الانيميا سوء تغذيه وكلام من ده في عندنا تشوهات جسديه ودي منتشره جدا نتيجه يعني ممكن نتيجه حاجات كتيره جدا من ضمنها ارتفاع نسبه الرصاص في الجو من ضمنها العادات السيئه قاعد بيقعد قاعده مش مظبوطه بيذاكر في قاعده مظبوطه فعمود الفقري ما بيبقاش مظبوط الشنط الثقيله اللي اولادنا بيحملوها وانا اتمنى ان الظاهره دي تنتهي يعني بيشيل على ظهره 7-8 كيلو راح المدرسه بيبقى صغير جدا فعمود الفقري ما بيبقاش مظبوط وبيتعوج هيبداوا الوزاره في توزيع التابلت قالوا يا رب نتمنى ان التجارب تنجح تدريجيا واحده يا رب ده نتخلص من حكايه الكتب الكتيره جدا اللي بتعمل اعاقات في التقوصات بتاعه الساقين منتشره جدا انحناءات العمود الفقري منتشره جدا وده الكلام انا سمعته من اطباء متخصصين جدا يعني ان النسبه عاليه عندنا نسبه عاليه جدا في التشوهات الجسديه. طب نشوف الطب عمل ايه الطب حل المسائل دي فلابد ان الطب ياخد يعني ياخد يبقى في
عندنا مسار موازي للاهتمام في سيكتور كده قطاع كبير طب يعني باكينج للرياضه طب رياضي طب رياضي بس على مستوى يعني متطور متقدم. جدا انا عايز اقول لحضرتك ان احيانا بيعالجوا حكايه العمود انحناءات العمود الفقري اللي بيسبب اصابات لان الجسم لو مش متوازن مركز الثقل بيتغير فبيحصل حمل على ناحيه دون ناحيه وكده فبيعملوا ودي بقى لها كذا سنه يعني بياخدوا بصمات الرجلين من خلال بصمه الرجلين بيعملوا حاجات تصلح التوازن بتاع الجسم بالنسبه للاعيبه الكوره فالبصمه دي فبيعملوا تصميم الحذاء نفسه يبقى فيه ارتفاعات او في شكل مناسب بيظبط حركه الجسم يعني. مش الحذاء بالظبط لكن اللي بيحطوا الفرشه بتاعه الحذاء بتتعمل فرشه طبيه فتظبط له جسمه فقللت نسبه الاصابات بدرجه كبيره جدا وعندنا هنا يعني في دكتور انا اعرفه يعني حد مهتم جدا بالحكايه دي وراني الكلام ده وانا يعني كنت خدت له بنتي في العياده وعمل لها فعلا فرشه وخد بصمتها ده موجود عندنا في مصر يعني في عندنا واحنا في يوم الايام كان في نجوم من عندنا في النادي الاهلي بيشكو من شيء الجهاز الطبي بيشخصه انه حاجه المصطلح كان اسمه شرخ اجهادي في القدم وكانوا بيسفروه اوروبا ويعملوا له التصميم ده في وقت من الاوقات الحذاء الرياضي المناسب له اللي يخليه يبقى بيقيم الاصابه دي يعني يقيم الاصابه او يزود اداؤه يعني ممكن في الملعب ممكن يزود اداؤه او يزود مهارته لانه لو رجله معوجه شويه لو في عنده عوجات شويه لكن لو اتظبط بيبقى اداؤه احسن فطبعا فانا يعني انا اتمنى ان الكابتن محمود الخطيب انا عارف ان هو يعني هو مهتم بالحكايه دي وهو عقليه منظمه جدا وبيشتغل بهدوء بشكل علمي ان ده ياخد اهتمام كبير جدا لان انعكاسه على مستوى الكوره في النادي الاهلي وبالتالي في مصر هيبقى كبير جدا. اثنين نهتم برضو بحكايه يعني يبقى في برنامج لوزاره الشباب والرياضه توعوي عشان يقلل نسبه التشوهات يعني التشوهات في اجسام الاطفال نتيجه حاجات كتيره جدا يعني مش وقت ذكرها بس هو يهتم بالحكايه دي عشان الاجيال الجديده اللي طالعه يبقى طالع الى حد ما سليم يبقى في توعيه في المدارس يبقى في توعيه طبيه يبقى في اجهزه طبيه بتقول لازم نعمل ايه ده شغل المفروض شغل وزاره الشباب والرياضه يبقى عندنا حكايه الملاعب بتبقى في كل مكان ده يبقى مشروعنا القومي لوزاره الشباب والرياضه مشروع قومي نشر الملاعب على مستوى مصر كلها في كل مكان ده انا بعمل خدمه كبيره جدا للشباب وخدمه كبيره جدا للدوله وخدمه كبيره جدا للامن عشان اواجه يعني ما اسيبش ثغره للجماعات الارهابيه وكده انها تستقطب بشباب لا انا بحطه في الملعب بيطلع بعد كده باخد منه وسعت القاعده رفعت مستوى المنتخبات في كل الالعاب يعني مش في الكوره بس في كله بس الكوره لانها شعبيه هتلاقي فيها يعني هيطلع بقى بدل محمد صلاح ممكن تلاقي عندنا 5-6 كل سنه محمد صلاح لان القاعده انتشرت توسعت فاتيحت فرصه للشباب الصغير اللي قاعد في البيت الصبيه يعني اللي هو سن 12 13 14 15 سنه اكيد فيهم مواهب اكيد فيهم زي محمد صلاح يعني محمد صلاح جسمه حتى قليل ورفيع في اجسام ممكن تبقى يعني ادائها ممكن يبقى افضل احسن طيب استاذ سعيد انتقل لملف البطوله الافريقيه مش مساله الفوز والهزيمه لان الفوز والهزيمه بتحدث مع كل ابطال العالم واشهر فرق كره القدم في العالم ولكن الشكل اللي ما كانش مرضي ومش مقنع ومش شبه طريقه اداء الاهلي على الاطلاق في المباراه الثانيه في تونس حضرتك شايف ده ازاي نستفيد من الكبوه دي ازاي تحليل حضرتك لها نبدا الاول باسباب الظهور بهذا الشكل قبل ما تكون النتيجه ونتكلم بعد كده في الايجابيات وكيف التاريخ زي ما حضرتك بتقول في شواهد كتير هنتذكر بعضها مع حضرتك ايه سبب الهزيمه والاداء بالشكل ده اعتقد ان في سبب يعني سبب جذري مهم هو ما هوش سبب واحد على فكره يعني مش عايزين تختزل الحكايه دايما في ابيض واسود او في سبب واحد مسائل نسبيه لكن في حاجات تبقى ظاهره قدامنا زي نسبه الاصابات اللي اتكلمنا عنها من شويه اكيد مؤكد اثرت طبعا لان اللعيب زي احمد فتحي ده بيأثر كتير ممكن رامي ربيعه ممكن يعني وازارو ومعلول واجايه ازارو معلول اجايه
طبعا دي عناصر قويه قوة جدا، قوه ضربه يعني، قوه ضربه جامده جدا. طبعا انت خسرت كل دول، لا ريال مدريد واجه مواقف زي كده وتاثر وتراجعت نتائجه. فانت دي حاله ما هياش جديده على الكره العالميه ولا على النادي الاهلي. النادي الاهلي مر بحاجات زي كده في فترات، ما ضربات تاريخيه يعني، حصل ده في الستينات يعني، من 62 ل 67 الاهلي ما خدش دوري، كان في فترة 62 و 63 كان في كان رئيس نادي الاهلي صلاح دسوقي. وبعدين يعني لدرجه ان جمال عبد الناصر نفسه اتدخل يعني، سال المشير عامر، المشير عامر كان زملكاوي وكان رئيس اتحاد الكوره، وكان اخوه المهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك. فالزمالك كان ماشي كويس يعني، عمل شعبيه كبيره جدا في الستينات، من 61 62 ل 67 ل 65، وكان في نجوم كبار. الاهلي كان متراجع وما خدش الا يمكن كاس مصر سنه 65، في النهائي كسبنا الترسانه، الاهلي كسب الترسانه 1-0 بهدف سجله اسامه يوسف كان سوداني، وكان دروب جامد لدرجه ان جمال عبد الناصر سال مشير عامر ايه حكايه النادي الاهلي، هو انت الزمالك وكلام عايزين ده مزاج الشعب المصري كله نازل. انا يعني جالي تقارير ان مزاج العام نازل لان الاهلي بيخسر، ودي حاجه مش كويسه، احنا عايزين نرفع الحاله المعنويه للناس. ده قطاع كبير جدا، ده ملايين، ده كان وصلوا تقارير النادي الاهلي. فقال له انا قال له شوف تحلها ازاي. فهو المشير عامر خد الفريق مرتجي، كان ايامها رئيس، كان قائد القوات البريه، وخده معاه في عربيته ومشي من قدام النادي الاهلي وشاوره على النادي الاهلي، قال له انا عايزك تبقى رئيس النادي ده لان ده يهم البلد ويهم الدوله، لان ده قطاع كبير جدا من الشعب، ده اكتر من 60% من الشعب المصري اهلاويه، واحنا مساله المزاج العام للناس دي مساله مهمه جدا، مش عايزين الناس تبقى تعس، مش عايزين يعني اذا كان نقدر نساعد وكده. ف مر بيها الاهلي برضو في 2004 2003 2002 يعني، في الفتره 2003 2002 2001 يعني، في بدايه الالفيه تانية قبل التعاقد مع النجوم اللي عملوا الفريق اللي هو كسر الدنيا، كسر الدنيا قبل بقى ما ابو تريكا وبركات يعني الفرقه الكبيره دي حصل. الحقيقه الاهلي ايامها كان كابتن حسن حمدي، حسن حمدي رئيس واجه النادي، المشكله كان نائب رئيس، وكابتن الخطيب كان نائب رئيس، والاثنين بتوع كوره الاثنين بقى يعني، فواجهوا المشكله بشكل حاسم وجابوا ابو تريكا وجابوا بركات. وبعدين نفس المناخ اللي حاصل في الايام اللي فاتت دي حصل تشكيك في بركات، واتقال لك ان هو عنده مرض يمنعه ان هو يلعب كوره، قالوا مصاب بالغده الدرقيه. بالظبط، برافو عليك، انت فاكر لان الصحف كتبت عليها وبعدين الموضوع اتشرح بعد كده من اللاعب نفسه، من نجمنا محمد بركات ومن طبيبه المعالج كمان. اللي قال الكلام احنا بعد كده شفناه في الملعب يعني، احنا قلنا طب المرض كدب الغطاس، ما نشوف. وظهر بركات كما لم يظهر من قبل مع النادي الاهلي، فجرت موهبته اكتر ما كان متالق ايام الاسماعيلي، يعني كمان فاق المستوى ده بكتير. في ما انا هقول لحضرتك برضو ان في لعيب، ودي ما تقدرش تحسبها بقلم ورقه ومسطره، في لعيب يجي النادي الاهلي فيتالق تفجر موهبته، وفي لعيب يجي النادي الاهلي يرتبك نفسيا، وده بيتوقف على تكوينه النفسي. هضرب لك مثالين. في سنة 65 64 65 حصل مشكلة كبيرة جدا 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 على لعيب اسمه لمعي، ده كان بيلعب في المنصورة، كان يلعب مع أي فرقة يجيب له 3-4 جوان، فحصل خناقة عليه بين الأهلي والزمالك. الأهلي فاز بالصفقة، عبد البقال راح جابه وخباه ومش عارف إيه وبتاع، وتعاقب عبد البقال، كان بيشتغل في وزارة الصحة هنا يعني. فتعاقب يعني في سلطة بقى اتدخلت وكلام من ده ورموه في الواحات. ليه تعاقب ساعتها؟ اتعاقب لانه مديره كان زملكاوي، قدر يجيب، مش مديره كان زملكاوي، هو قدر يجيب لمعي للنادي الاهلي. طيب كان ايه المشكله بقى اللي تسببت؟ المشكله ان هو ما راحش يعني ايامها ما راحش النادي المنافس اللي هو الزمالك، والزمالك كان عايزه وكده، وكان الزمالك يعني كان مفهومه لحد دلوقتي الحكايه مفهومه، ان في منافسه بين الاهلي والزمالك على الصفقات، ايه اللي يخلي عبده البقال يتعاقب في عمله
بعد ما خلى الصفقه تروح في اتجاه الاهلي. ده معناه ان كان في بقى مسؤول ما في المكان اللي هو فيه زملكاوي. طبعا رئيس الرؤساء في العمل. خلي بالك المشير عامر كان زملكاوي. عشان تكلم عن الاتجاه العام. الجو العام زملكاوي. المهندس حسن عامر اخوه كان رئيس نادي الزمالك. فطبعا الميل وقتها كان ان الصفقه دي تروح الزمالك. الصفقه هما كانوا متفقين وكلام من ده مع رئيس النادي. ده هنا حضرتك بتقول تعاقب من الدوله نفسها. فتعاقب اترمى هناك. فالمهم لامع ده اللي كان يعني في كل ماتش يجيب له جنين ثلاثه، بيلعب مع ترسانه يجيب له جون، بيلعب مع المنصوره. يعني المنصوره ما هياش بشعبيه مثلا الاتحاد السكندري او كده، ولو انها في وقت من الاوقات كان منصوره عندها فرق كويسه في الستينات في الدوري. المهم لامع ده جه النادي الاهلي انطفى لهز اتهز يعني رهبه بقى اللعب في الاهلي او في الانديه الجماهيريه الكبيره. بيتمرن هو بيتمرن اول تمرين 40,000 متفرج جاي يتفرج على لامع، مش قادر يحتمل ده. تكوينه النفسي هنا، التكوين النفسي انت بركات على فكره لو انت تلاحظ تكوينه النفسي. لا عنده ثقه بنفسه شديده، وده كان بيبان في الملعب. يعني ليه شخصيه في الملعب، حتى هو بيجيب الاجوان كنجم المباريات الجماهيريه زي المباريات العاديه جدا زي مباريات البطوله، بيأدي بنفس الطريقه. حتى ما بيطلع في التلفزيون وبرامج وكلام من ده ثقه بنفسه عاليه جدا وبتحقق نفسه وقوي وكده. لا لما يبقى حاجه تانية يعني هو ريفي شويه كان ومنطوي شويه وكده، فما قدرش ينسجم. فانت احيانا بتتظلم يعني كاهلي. يعني انا بجيب لعيب مكسر الدنيا بس ما بيمشيش معايا، مش بتاع خلاص بقى. هي يعني دي في علم الغيب. بس طب هسأل حضرتك سؤال تاني، سؤال صريح شويه. الناس في الشارع بتقول ايه؟ اهلاويه بيحبوا النادي الاهلي جدا. لا الاهلاويه زعلانين. زعلانين بس بيقولوا هل الموضوع كله ان اللاعب ثباته الانفعالي وشخصيته وقوه شخصيته تسمح له يلعب بضغوط النادي الاهلي وحجم البطولات، ولا احيانا في لاعب ينفع في نادي تاني ما ينفعش في نادي بطولات؟ يعني الناس عندها تحفظات ممكن تتعمل صفقه في وقت ما تيجي النادي الاهلي تلاقي اللعيب ده كان في فرقته مميز، بس هو في النادي الاهلي لا لعيب عادي خالص فنيا، سقفه مش نادي اهلي في احسن حالاته وهو في التوب فورم بتاعته. حضرتك متفق مع اصحاب الراي ده ولا مختلف؟ في لعيبه ما تنفعش اهلي. في ما تنفعش اهلي طبعا، لان لعيب الاهلي لازم يكون ضربت مثلا بلمعي، ما هو شخصيه الاهلي من الاخر. يعني لاعب شخصيه الاهلي بتبقى يعني موجوده في لعيب. اللاعب ده بيبقى عنده ثقه بنفسه شديده، بيموت نفسه في الملعب، هي دي شخصيه الاهلي. يعني بيحزن جدا لو خسر، بيستقتل لغايه اخر ثانيه على الفانيلا اللي لابسها وروح الفانيلا الحمراء. ده بنشوفه في احمد فتحي مثلا، على يعني از اكزامبل. يعني احمد فتحي بيبان قوي فيه، بيبقى داخل حرب بيحارب. يعني هو ده الاهلي جد جدا ال 90 دقيقه وكل المباريات. كان صالح سليم كده، يعني كان صالح سليم وهو بيلعب كان كده، يعني كانه بيحارب وهيخسر حرب، لكن بعد الماتش خلاص انتهت الحكايه. كان الخطيب كده وكان دي لقطات للنجم محمد بركات طالما اتكلمنا عنه. وهو زي ما حضرتك قلت هو ونجمنا محمد ابو تريكه كانوا متالقين قبل انضمامهم للاهلي، لكن وصلوا لمستويات غير مسبوقه مع الاهلي. طبعا ابو تريكه كان متالق في الترسانه، لكن بقى اسطوره وهو في الاهلي خلاص وصل لمستوى ثاني. لان ده الاهلي، ده الاهلي صانع النجوم، وده الاكاديميه الكبيره. يعني ده المدرسه الكبيره، ده الجامعه الكبيره اللي بيخشها زي السربون كده، بياخد دكتوراه من السربون خلاص، ده يعني واخد كريدت عالي جدا يعني. فطبعا وغيرهم عندنا امثله، خالد بيبو، عندنا نجوم كتير جم وعملوا مستوى، قدموا مستوى عالي جدا وبقوا نجوم كبار لا يمكن ما تتذكرش اسهاماتهم في الكره المصريه ومع النادي الاهلي، لان مستواهم مع الاهلي يعني تخطى مستوياتهم اللي فاتت بكتير. او فجرت طاقتهم وجودهم في النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، فجر طاقتهم بالشكل اللي وضح للناس امكانياتهم اللي ما كانتش باينه. هقول لك مثل شهير يمكن العواجيز زي فاكرينه، يعني سمير زاهر النادي الاهلي جابه من دمياط مقابل مبلغ مالي كبير وبثلاث لعيبه. انا فاكر من ضمنهم يعني اسم عهد ايوب. انا كنت ايام بلعب تحت 18 وهو تحت 21 وكنا في مدرسه ثانيه واحده يعني، فانا فاكر قصه الانتقال ده. هو كان عهد ايوب كان لعيب كويس قوي تحت 21 سنه ومعاه اثنين اعتقد جمال محمود. المهم راح وجي سمير زاهر وكان برضه مكسر الدنيا في دمياط. بس سمير زاهر جه النادي الاهلي اختفى، يعني ما عملش حاجه او ما ظهرش. يعني هو كان يعني ستايلست شويه، كان زي صالح كده وحريف وبتاع، بس
ما كانش فايتر، ما كانش مقاتل، ما كانش شخصيه الاهلي، وده الكابتن سمير زاهر الكبير يعني. فانا بقول لك ده مظبوط، في لعيب ينفع للنادي الاهلي، ينفع يلبس فانيله النادي الاهلي لانه بيحمل مواصفات جينيه كده تنسجم مع النادي الاهلي، شخصيته وامكانياته الفنيه. ما انت عندك امكانيات فنيه عاليه بس ما فيش شخصيته. لا، احيانا الناس بتصطدم بان لاعب ممكن يجد فرصه في يوم من الايام في نادي كبير زي النادي الاهلي وما يكونش على المستوى المطلوب. وقت الاختبار الحقيقي في مباريات صعبه الناس بتقول لا، ما يعني مش ده. بس يعني هو خلي بالك ممكن يبقى بديل، ممكن يبقى بديل بس انت ما يشيلش فرقه زي الاهلي. ده صحيح، دي حصلت كتير وبكل اسف وانا هقولها يعني، حصلت ايام الكابتن حسام مدرب الاهلي السابق يعني، ايام كابتن حسام البدري. حسام البدري يعني هو اتعاقد مع عدد من اللاعبين يعني بدون ذكر اسماء عشان ما نسببش حساسيه. مش هم دول، مش يعني مش كلهم او في نسبه كبيره عاليه ما تمتش الاستفاده بيهم ما تمش، لان العين اللي بتختار يعني. طب هل حضرتك متفائل؟ لان في برضو حاله تفاؤل في الشارع. هم دول اتدبس فيهم النادي الاهلي يعني. هو هنا النادي الاهلي النهارده جمهوره متفائل بان الخبرات الموجوده كرويا عند قيادات لجنه الكوره وعلى راسها الكابتن الخطيب ومجلس الاداره وكوادره ايضا بقياده الكابتن الخطيب وهو ما هو في عالم كره القدم، قادره على ان الصفقات اللي جايه تبقى صفقات مؤثره جدا او بلاش. ده اللي الشارع القهوي بيقوله النهارده. يعني نجمنا احمد بلال من يومين كان معايا بيقول اتمنى قالوا القرار لمجلس الاداره وله مطلق الحريه، قال رؤيته المتواضعه بيقول انا كاهلاوي وكلاعب كره سابق في الاهلي ومنتخب مصر اتمنى اشوف اربع صفقات جايه للاهلي بحجم ايفونا ومعلول واجاييه وازارو، هو ده اللي الاهلي محتاجه الفتره الجايه. راي حضرتك؟ انا طبعا انا معاه مليون في المئه، اتمنى خمس صفقات يعني، اتمنى خمس صفقات. بس انت يعني مجلس الاهلي يعني وجد نفسه في مشكله الحقيقه، انه عنده قائمه تقريبا يعني فيها عدد كبير، فيها نسبه كبيره جدا يعني. انا كتبت بص قريب يعني نص القائمه عايزه تتطور. فانت بيتحرك في اطار محدود كاداره للنادي الاهلي، ما ينفعش يغير كل دول، ما ينفعش يغير نص دول في قائمه او في كابتن الخطيب كمان قال في المداخله الهاتفيه انه كانت البطوله شغاله وفي البطوله شغاله، ما ينفعش نتدخل في حاجه في الوقت ده خالص. وانت عايز تقدم قائمه برضو قبل يوم الخميس يعني قبل بكره في قائمه يعني انت مزنوق وعندك استحقاقات مهمه جدا. في ميزه يا استاذ سعيد، حضرتك تعلم اللي هتقدم الخميس هيبقوا 23 اسم، هيبقى في سبع اماكن شغاله عندك عندك فرصه للتعاقدات. فرصه طبعا انت محتاج خمسه على الاقل يعني، خمسه على مستوى عالي جدا ادفع فيهم اللي انت هتدفعه. خمسه اضافه حقيقيه يعني لعيب يجي يعمل فرق مع الاهلي على طول. بالظبط يعني سوبر ستارز، انت محتاج سوبر ستارز. فده كلام انا معاه مليون في مليون في الميه، واكيد يعني الكابتن محمود الخطيب بيفكر في ده. وانا مطمئن يعني لما جه الخطيب رئاسه النادي الاهلي انا يعني في بطني بطيخه صيفي ان ده بتاع كوره، ان ده الخطيب يعني، ان ده محمود الخطيب. ف وده عشان كده دي الطموحات والتطلعات اللي عند جمهور الاهلي، ان عندهم سقف الطموحات عالي جدا. انا قبل ما يجي محمود الخطيب يعني في عصر المهندس محمود طاهر مع كامل احترام لي يعني، حصل كارثه ان انت سبت، ان انت بعت عمود اساسي. ما انت عمليه البيع والشراء دي لازم تحتاج مؤامات يعني، لازم اشوف انا المركز ده محتاج فعلا كم واحد، ابيع واحد البديل وهيأثر فيها فنيا قد ايه. لو انما ابيع واحد زي حجازي عمود يعني عمود الخيمه في الخط الدفاع، لعيب كبير جدا ده سد عالي، ابيعه عشان هستفيد منه 18 مليون واسيب المنطقه بتاعته دي وما عنديش البديل ليه، وما فيش كان بديل ليه في مصر يعني في الوقت ده، ما فيش بديل ولا في الاهلي بديل ليه لغايه النهارده. مكان حجازي هو اللي جه منه، اعتقد افضل مساك في منتخب مصر. السنه اللي فاتت خسرنا بطوله افريقيا بسبب الحته الفاضيه بتاعت حجازي. السنه دي نفس الشيء، الجون اللي جاي الاولاني والجون الثاني نفس الشيء، المنطقه اللي هي اللي قدام ال6 يارد اللي قدام حارس المرمى. حارس المرمى الكرات هو بيغطي كويس جدا الكره العرضيه جون، جه حد من ورا حط جون. لا كان حجازي موجود، ده سد عالي وكان عنده
يعني كان عنده ثقافه كرويه عاليه جدا. توقع التحرك. توقع بالظبط. برافو عليك. كان بيتوقع ويتحرك وقبل اللعيب فعمل فرق. حضرتك شايف عمل طبعا عمل فرق. عمل دروب كبير جدا. ما نستهنش بحاجه زي كده. انا يعني مستهين بلعيب زي حجازي ده وبيعه واعتبره زي اي لاعب تاني وهجيب اي حد تاني سد. لا هنا كان لازم يبقى فيه ستوب وكان لازم يبقى فيه اوبجكشن وكان لازم يبقى فيه فيتو اعتراض على القرار. كان لازم يبقى فيه فيتو على القرار ده. بس الخطيب ما كانش موجود واللي موجودين ما كانوش بتوع كوره. بيع وهات وشاب بتوع بيزنس يعني. انما يعني حضرتك متفق مع لما كابتن محمود الخطيب قال خلال الحمله الانتخابيه اللي فاتت النادي الاهلي عنده حساباته الاستثماريه والخاصه بالايرادات والارباح وكل شيء لان ده اصبح صناعه كره القدم في العالم. لكن قال ان دايما حساباتنا واولوياتنا فنيه في الاهلي. قال النمره 1 و2 و3 في الاهلي الفني قبل المالي. حضرتك شايف ان دي لازم تبقى الرؤيه الفتره الجايه؟ ما انا هقول لك هو كلام مظبوط مليون في المية يعني 100% وانا معاه طبعا. لان هو لو فنيا كويس ما هو بيحقق رؤيه اقتصاديا كويس. ما انت عامل زي انت دلوقتي بتستثمر الفنيا ده لو فنيا عالي. ما انت لو عندك لو يعني زي مثلا ريال مدريد او برشلونه عندك ميسي وعندك مش عارف ايه وعندك فنية عالي جدا الاستثمارات بتاعته بتخش في نص يعني كل سنه نص مليار دولار بين 600 مليار بين نص مليار بين 600 مليون دولار. برشلونه ريال مدريد قريب من كده اعتقد اللي بعديهم يمكن كان حضرتك الاستثمار والنظر الى ونسبه المتابعه بدات تروح تاني للدوري الايطالي بعد تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو. مش بقى بدا يعني بدات تبقى الحسابات تاني فيه اهتمام من جديد الفتره دي بنشوفه اعلاميا بدات ترجع زي ايام مارادونا لما راح نابولي. ايطاليا بدات تظهر يعني لعيب واحد ده البعد الفني وتاثيره على البعد الاعلامي والمادي والمادي والاقتصادي والاستثماري. في مليارات بتدور في صناعه الكوره مئات المليارات بتدور في صناعه الكره العالميه. يعني انا عايز اقول لك يعني ميزانيه هتوزن لو عرفت ميزانيه ناس شركه نايك اللي شغاله في البتاع ده عشان كده بتدفع في وقت من الاوقات 100 مليون لواحد زي كان لعيب كره سله اسمه شاكيل اونيل. شاكيل اونيل فاكره ليكرز. ليكرز بالظبط. تجربته يعني في قمه نجاحه كان في الليكرز. ده لعيب واحد 100 مليون في اربع سنين. شركه واحده دي شركه واحده. شوف في عندك كم شركه من الشركات مالتي ناشونال تشتغل في الكوره بتدور فيها مليارات. فدي صناعه جباره وكبيره. فاحنا عايزين نواكب ده بقى ونشغل محترفين بجد. بدايه الاحتراف الجاد دي ان احنا بقى جادين في كل شيء. طب هل ممكن نطمن الناس ان الفتره الجايه هتشهد تطوير فني واستثماري وكل شيء في فريق كره القدم على فترات وعلى مراحل؟ لان حضرتك تتذكر التجربه الرائعه والمتفرده للكابتن حسن حمدي وهو رئيس للنادي ومعاه الكابتن محمود الخطيب نائب للرئيس. 2004 التجربه الاستثماريه والاقتصاديه والاعلانيه والفنيه والكرويه غير المسبوقه في تاريخ الاهلي دي خدت سنوات. طبعا. لان الاهلي بدا كل سنه يضيف افضل العناصر الموجوده على مستوى مصر وافريقيا لفريقه. فاحنا ممكن نعمل خطه جديده على مدى 3 4 سنوات. ده لابد ان هو يتم وانا واثق ان هو هيتم. يعني انا في بطن بطيخه الصيف طالما رئيس النادي الاهلي هو محمود الخطيب. مش يعني ده كلام الناس يعني الناس كلها عارفه الكلام ده. الكوره في ايد امينه فدي مساله مهمه جدا. اتنين هو منظم جدا وعقليه منظمه جدا وذكي فانت فانا مطمئن لو اللي ماسك الحكايه دي مش بتاع كوره انا ابقى قلقان. لما كان كابتن حسن حمدي كان في بطن ومعاه الخطيب برضه كان نائب رئيس النادي كنا مطمئنين حتى في الفتره اللي هي اللي حصل فيها اهتزاز الفتره الانتقاليه اللي في بدايه الالفيه 3-4 سنين بطوله تروح وبطوله تيجي وكده. وانا فاكر الكابتن عادل هيكل يعني كنت عنده في البيت في زياره والفريق خسران خساره وحشه ومش فاكر كان بيلعب مع مين بيقول لي اللعيبه طالعه بتضحك بيقول لي ده احنا في كارثه واللعيبه طالعين بيضحكوا دول مش النادي الاهلي دول مش اللي يلبسوا فنين النادي الاهلي اللي احنا تعبنا فيها يعني او اللي كافحنا عشانها. فانت انا مطمئن ان اللي جاي ان شاء الله هيبقى كويس وبطمن جمهور الكوره. وطبعا الجمهور يعني حزنه مشروع وغضبه مشروع لان ده النادي الاهلي
ما يخسر بطوله دي حاجه كان كابتن مروان كنفاني انه خارج من ماتش كان واقف فيه جون في الاهلي ومش فاكر قال اتعادلنا او خسرنا 2-1 او 1-1 على استاد التتش فهو خارج تادبا يعني لقى المرحل الكبير كابتن التتش فبيقول له صباح الخير يعني هو بيصبح على الكابتن التتش وبيبتسم قال لي زعق لي تسجيل موجود قال لي زعق لي قال لي بهدلني لان انا بسلم عليه بابتسامه قال له بتضحك على ايه وقال بقى يعني قال له حاجه سريعه عليه بتضحك قال انت مش لسه خسران داخل فيك جون من شويه على ملعبك وسط الجماهير يعني فكره انه لا دخول مرماك هدف وانك تخسر او ما تحققش فوز دي في الاهلي حاجه كبيره جدا طبعا حاجه كبيره جدا لان الاهلي نادي بطولات ونادي انتصارات والاهلي مش يعني مش ده بس الاهلي مؤسسه يعني اكبر مؤسسه رياضيه تربوية اجتماعية في مصر دي جامعة كان عندنا جامعة القاهرة النادي الأهلي تأسس جامعة القاهرة 1925 النادي الأهلي 1907 النادي الأهلي مؤسسة ضخمة جدا 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 يعني مؤسسة كبيرة جدا عندك كليات تربية مش عايز أقول الأهلي جامعة أو كلية عندك كليات كم كليات تربية بدنية كليات تربية بدنية طلعت كم بطل أو كم بتاع لا اللي بيطلع النادي الأهلي النادي الاهلي هو اللي طلع بقى عد بقى اسماء في كل الالعاب مش في الكره بس طيب في الدقائق القليله اللي جايه برضو هسال حضرتك على امر معقد شويه ناس اتكلمت فيه الفتره اللي فاتت ولسه جديد يعني الطرح ده انه في ناس بتقترح بتقول اللي عندهم درايه كامله بالفريق وعينهم تقدر تختار لعيبه واستراتيجيات وقت طويل للكره في الفتره الجايه هم لجنه الكره مش كل مدير فني او كل جهاز فني هتولى المهمة لان في اجهزه بتيجي تستمر وفي اجهزه بتيجي موسم او اتنين وما تكملش فاللي قادر انه يرصد لعيبه الدوري ومين الاقرب لطريقه الاهلي ومين اللي نتايجه ستيبل في مصر نقدر نعتمد عليه لو انضم للاهلي لجنه الكره والكوادر اللي فيها بقياده الكابتن الخطيب ده راي طرح من بعض ضيوفنا في الاستوديو في اليومين اللي فاتوا راي حضرتك هو راي وجيه ليه لان انت الاهلي بيراكم خبراته بيراكم خبرات وبيستفيد منها دروس التاريخ الدرس القريب كابتن حسام البدري مو كابتن حسام البدري الاهلي ترك له الاختيارات كامله اداله صلاحيه كامله في الاختيارات وكانت النتيجه اللي احنا شايفينها يعني الفاتوره بتدفع دفع السنه اللي فاتت في نهائي في افريقيا السنه اللي فاتت وصلت النهائي وخسرت بسبب يعني رؤيه غلط او قرارات غلط ودفعنا ثابت يعني ما زلنا ندفع ثمنها كامل احترام للكابتن حسام البدري هو على مستوى الشخصي انسان رائع ومدرب جيد وان النادي الاهلي دايما بيعلي من قيمه مديره الفني بيقول المدير الفني صاحب الصلاحيات ورايه يعني له حيثيه في مجلس الاداره لما بيسمعوا رايه عشان الصفقات طبعا والاهلي دايما يدي المدير الفني سلطه كامله عشان يقدر يحاسبه هل الفتره دي محتاجه انه يؤخذ راي الجهاز الفني ومقترحاته ومطالبه على ان تكون استراتيجيه التعاقدات فعلا بيضعها لجنه الكره والكوادر اللي فيها هو احنا تعودنا في النادي الاهلي لجنه الكره فوق الجهاز الفني من زمان يعني من زمان لجنه الكره فوق الجهاز الفني فانت لجنه الكره دي هتعمل البالانسنج او التوازن بين ان المدرب ممكن يمشي السنه الجايه او يمشي السنه بعدها بس يكون دبسك في لعيبه وحش او يكون جاب ناس كويسه وتوافقت عليها البالانس اللي يحافظ على ان الاختيارات دايما تبقى جيده ان لجنه الكوره لازم تكون صاحبه رؤيه وقرار نهائي بعد الجهاز الفني او اللجنه الفنيه الجهاز الفني ولجنه الكوره هي السلطه العليا وما نوزعش بقى ما تتوزعش السلطات بين دول يعني ما يبقاش في يعني فروع تانية فتتوزع دم الاهلي بين القبائل ايه الحاجه اللي حضرتك حابب تقولها عن الأزمة دي انطلاقا من التجارب اللي فاتت ايه الرسالة اللي عايز توجهها للجماهير او المشاهدين او للمسؤولين في النادي الرسالة للمشاهدين ان الاهلي لا خوف على الاهلي الاهلي ده هرم خوف لا ما اتضرب بالطوب او ما بتاع مش هيقع ده الاهلي ده هرم خوف ده يعني ده كيان ده شيء كبير جدا فما فيش خوف ابدا على النادي الاهلي يطمئنوا ان القادم افضل يعني. القادم افضل والكبوات دي حصلت في تاريخ النادي الاهلي بتحصل في كل الانديه حتى العالميه وحتى الكبيره امتى نخاف وامتى نقلق لو الاداره ما بتتحركش بشكل سريع لتدارك المشاكل لو ما فيش تحرك او لو ما فيش استجابه سريعه لمواجهه
المشاكل او الازمات هنا ممكن نقلق، لكن احنا شفنا الكابتن الخطيب بيتعالج بره، لكن طالب وهو بيتعالج بره طالب تقارير حريص على التواصل مع الجماهير والمشاهدين وتوضيح بعض الامور. وبعدين انت عندك ما تخافش طالما عندك جمهور الاهلي، جمهور الاهلي باكينج دايما للنادي الاهلي. صحيح في بعض يعني بعض الناس من جمهور الاهلي برضه بيبقوا غاضبين غضب اكتر من اللازم، بيبقى انفعالين اكتر من اللازم، ممكن يعني لا. وده قدر الكيانات الكبيره كلها في العالم. لما بتخسر او بتخفق بحجم ما انت نجم بتهاجم احيانا، يجب يعني يجب ان نتحمل ده كجزء من ضريبه بتاعه الكبير. لكن حضرتك بتقول الغالب الاعم والقطاع الاكبر اللي اعتدنا انه داعم لفريقه وصبور طبعاً. حتى وقت الازمات يعني ان ده اللي احنا عايزينه، الصوره اللي احنا عايزينها. طبعا يعني الاهلي ان شاء الله يعني لا قلق لا خوف طالما في دار مش وعي. بس مين يعني مين يقدر يزايد على محمود الخطيب يعني في ولائه للنادي الاهلي وفي اخلاصه للنادي الاهلي وفي حب النادي الاهلي؟ مش عايز اتكلم عن الاخرين، ومع كامل احترام ليهم كلهم شخصيات محترمه في مجلس الاداره ومتحققين اجتماعيا ومتحققين يعني في اعمالهم الخاصه، لكن ما حدش يقدر يزايد على محمود الخطيب في مسائل ولاء للنادي الاهلي، اخلاصه للنادي الاهلي، انتمائه للنادي الاهلي، ده اكتر واحد ادى النادي الاهلي. وان شاء الله كمان كل المعاني الجميله المرتبطه بالكابتن الخطيب وجيله من النجوم واساطير الرياضه والكره المصريه وكبار محبي النادي الاهلي، وهو بالتاكيد من هذه الرموز، ان ده يترجم لخطوات كمان مؤثره تعكس هذا التقدير ل النادي الاهلي وايجاد الحلول المناسبه للمشكلات. احنا نساعده بس احنا نساعده بس يا استاذ محمد بالاقتراحات يعني هو يبقى في رؤى كثيره بتطلع. يبقى في رؤى كثيره قدامه، وما نزعلش من النقد يعني ما نزعلش ان في ناس محبين بينتقدوا، لا يعني هو اعتقد ان هو الاداره ما تزعلش من ده طالما النقد في مصلحه النادي، لان ده كان كبير يعني لابد ان يبقى في نقد. محتاج في وقت زي ده يسمع اراء، هنحتاج نسمع تنوع وتعدد اراء، يسمع وجهات نظر تانية، يسمع اقتراحات، لان محتاجين افكار. ودي الحاجه الغاليه. يعني انا من شويه بتكلم مع حضرتك بقول يعني اقتراحت حكايه الجهاز الطبي الكبير واهميته في ده، محتاجين انا مراجعه كل الامور الطبيه الخاصه باللاعبين والتجهيزات كمان وملعب التمرين رفع المستوى الطبي يعني اعمال المعايير الطبيه العلميه الحديثه في ان القطاع الطبي يبقى باكنج جدا ويبقى قريب جدا من الفريق ويبقى على مستوى عالي، يعني يبقى في خبراء. حتى لو اضطريت اجيب سيستم من بره من نادي برشلونه بتاع الجهاز الطبي بيشتغل ازاي، لو اضطريت ان انا اجيب خبير من بره، لان احنا برضو خبرتنا يعني في المجال ده في احسن. طالما في احسن الاهلي دايما بيجيب الاحسن، لما بيجيب مدرب اجنبي على مستوى عالي وادي له فلوس كتير، اجيب طبيب على مستوى عالي وادي له فلوس، واجيب مدرب احمال على مستوى عالي وادي له فلوس كتير، لان ده الفلوس دي هتحول يعني بعد كده هتفيدني ان نسبه الاصابات هتقل، هتفيدني ان هتحول لفلوس بعد كده، هتحول استثمارات كبيره بعد كده ونتائج بعد كده. هو بس ده فعلا تحديق في محله، ان اي حد بيجي مع ارتباطات النادي الاهلي وضغط الموسم بالنسبه له ما بين حجم البطولات اللي بيشارك فيها بيبقى صعب ولود رهيب جدا على اللاعبين والاجهزه الفنيه والطبيه وعلى كل الناس. راي حضرتك ايه يا استاذ؟ ما بتلحقش فعلا تاخد نفسك. ما هو ليه ما قدرنا ليه ما يعني ما قدرناش نتدارك بعض الامور في الفتره اللي فاتت دي؟ لان في استحقاقات كتيره جدا في يعني في الدوري العام، في كاس مصر، في البطوله العربيه، ده استحقاق عربي، ده واجب سياسي يعني، ده واجب لان الاهلي هو الكبير يعني الاهلي كبير او دوره في الامور دي كمان والقضايا العربيه دي دوره كداعم للقضايا العربيه فلازم يشارك، ده واجبه فقدره. وبطوله افريقيا واهميتها زي قدر مصر كده، ما هو زي قدر مصر كده يا استاذ محمد، يعني قدر مصر ان هي كبيره فممكن تبقى المسؤوليات اعباء عليها كبيره وارتباطها بكل القضايا او الملفات في المنطقه وكلام ده، فالعبء عليها كبير جدا. فعشان كده هي مصر، النادي الاهلي هو الصوره المصغره لمصر داخليا يعني. فانت عندك بطوله افريقيا دوري الابطال، عندك البطوله العربيه، عندك كاس، عندك دوري، عندك اثنين سوبر، عندك هيبدا قريب تصفيات كاس افريقيا من بطوله دوري ابطال افريقيا بدري، لان الموسم الضغط هيبدا بدري جدا.
فانت الواحد احيانا يجب شهر 11 ان الجمهور وينتهي في شهر 5 ينتهي في شهر 5 فيجب الجمهور يعذر برضو يعني يعذر لحد كبير جدا اصحاب القرار لان هم مش في مكان اصحاب القرار في سقاقات كتير جدا خسرت البطوله العربيه الناس الاهلي خسر فانت تحت ضغط دائم فاللي بيشتغل تحت ضغط دائم ده الله يكون في عونه انما يعني انا واثق ومتاكد ان اللي جاي هيكون افضل ان شاء الله. وهيبقى في تدارك لاخطاء والاهلي ونتمنى ان المسؤولين في النادي استجابه لدعوه حضرتك وهم بالتاكيد رؤيتهم اتضحت وقت او باسلوب مناقشتهم مع الجمعيه العموميه واللجان ورش العمل اللي كانت مصاحبه للائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي حجم الاستماع للاراء وحجم اثراء الحوار في النادي الاهلي اللي كان حريص عليه مجلس اداره اعتقد ان هم هيبقوا مرحبين زي ما حضرتك قلت بكل الاراء اللي بتشيد وتنتقد وتتفق وتختلف طالما عندهم يقين انها اراء محبه للنادي الاهلي وتبحث عن الافضل للنادي الاهلي ان شاء الله. صحيح. بشكر حضرتك على وجودك معانا وان شاء الله القادم افضل ونتمنى ان كل المقترحات اللي بنسمعها خلال هذه الايام من حضرتك ومن كل المحبين للنادي الاهلي اللي بيشرفونا على شاشه القناه تكون يعني ذات قيمه وتكون مؤثره في وتسهم في يعني وضع رؤى مجلس الإدارة في الإطار الصحيح في الفترة الجاية واتخاذ أفضل القرارات إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا. أنا بشكرك جدا. مشاهدينا بشكر ضيفي العزيز الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة وبشكر حضراتكم على المتابعة نهاية هذه الفقرة وهذا الحوار ولكن فقراتنا مستمرة ابقوا معنا بعد الفاصل نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي سابقا الكابتن محمود صالح مع زميلي العزيز محمد سعيد شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا بكم في الفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة وبيشرفني في هذه الفقرة أن يكون معايا أحد نجوم كرة القدم المصرية ونجم النادي الأهلي الأسبق الكابتن محمود صالح. كابتن محمود برحب بيك أهلا بيك في بيتك في قناة الأهلي. الله يخليك الله يخليك يا أستاذ محمد. أولا طبعا يعني خلال الفترة الحالية مباراة الترجي التونسي والأهلي في نهائي إفريقيا طبعا خلاص يعني المباراة منذ أيام قليلة لكن بالتأكيد بنتابع أحداثها خلال الفترة الحالية تقييمك لهذه المباراة الفنية وما هي الإيجابيات اللي ممكن نستفيد منها من خلال هذه المباراة للمرحلة القادمة واستعادة الفريق خلال المرحلة القادمة وعنده أحداث كثيرة عنده بطولة عربية وعنده دوري عام وكأس مصر وبطولة أفريقية أيضا تنطلق الشهر القادم هو ما فيش شك برغم فوزنا في اللقاء الأول 3-0 الحقيقة كانت نتيجة كويسة ونتيجة مطمئنة ونتيجة ممكن يعني تدينا فرصة كبيرة أول حصول على البطولة إنما ما ننساش برضو كان في مشاكل قبل المباراة النهائية مباراة الإياب أو مباراة الذهاب الإصابات كانت كتيرة ما فيش شك لازم نتكلم السلبيات اللي أثرت على مستوى أو في عدم حصولنا على البطولة الإصابات كانت كتيرة الحقيقة يعني حتى الإصابات يمكن كانت بتاخد فترات طويلة في العلاج وعودة اللاعب للفورمة الرياضية من جديد بتاخد وقت كبير جداً يعني دي اعتقد المسؤولين في النادي اعتقد هيدرسوا او درسوا الموضوع دوت يعني ايه اسباب الـ 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 الاصابات الكتيره حقيقه وايه اسباب ان حتى مده شفاء اللاعبين وعودتهم للفورمه الرياضيه واشتراكهم في التدريب وبعد كده يشاركوا في المباريات الرسميه الحقيقه اخذت وقت كبير فدي نقطه اعتقد دي كانت نقطه سلبيه الحقيقه النقطة الثانية يمكن كلنا متفقين عليها والنادي الأهلي بيبحثها دلوقتي سواء مجلس إدارة أو لجنة الكورة في التدعيم كان المفروض يكون بشكل أفضل طبعا مفيش شك تدعيم النادي بعناصر جديدة النادي الأهلي مش نادي عادي النادي الأهلي طبعا بيبحث دايما على البطولات عنده هدف إن كل البطولات اللي يشترك فيها بينافس عليها عنده هدف وعنده إصرار يعني إن هو يفوز بالبطولات دي فمهم جدا التدعيم دوت الحقيقة اعتقد يعني لازم فتره يناير دي انا عارف الفتره المده ضيقه وفتره صعبه الحقيقه انما بعتقد هي ممكن الموضوع ده مدروس من فتره طويله وهم يعني على التنفيذ دي يعني يمكن دي هتسهل شويه في انضمام عناصر مميزه الحقيقه ان شاء الله باذن الله للفريق الاول دول النقطتين السلبيتين الحقيقه اللي اثروا على عدم حصول النادي على البطوله طيب حضرتك احد نجوم كره القدم الكبار في النادي الاهلي
ازاي الاهلي يتخطى المرحله الحاليه وان شاء الله يكون قادر على تخطي هذه المرحله. عنده مباراه الوصل الاماراتي كمان اسبوع، يعني مباراه يوم 22 في الامارات في البطوله العربيه، بعدها على طول باربعه ايام بطوله ايضا كاس السوبر المصري السعودي مع اتحاد جده، انطلاق الدوري بالنسبه للاهلي اول 12، وعندك بطوله افريقيه في منتصف ديسمبر. فالاحداث متلاحقه والمباريات متلاحقه، التوقيت الحالي يتخطى المرحله ازاي؟ مباراه صعبه مفيش شك، او ظروف صعبه بنمر بيها الحقيقه، ضغوط المباراه بشكل كبير وبطولات مختلفه الحقيقه. انت بتلعب على افريقيا البطوله الجديده، وعندك بطوله العرب، وعندك دوري عام، وعندك كاس مصر، تقريبا يعني يمكن اربع بطولات بتلعب عليهم. برضو الاسباب الاصابات دي طبعا هتاثر عليك بشكل كبير بشكل سلبي طبعا ما فيش شك. مهم جدا بقى، هي ما قدامكش حل ولا خيار غير موضوع تدوير اللاعبين، الاهتمام بالعناصر البعيده شويه عن الاشتراك سواء المتواجده مع الفريق الاول، فريق برضه 97 اعتقد في عناصر تقدر تخش في توقيت معين في مباراه تبقى مناسبه بالنسبه لهم من حيث اهميتها او من حيث مستوى المنافس تقدر تعمل تدوير اللاعبين فيها. انما المهم جدا برضه يعني النقطه المهمه اللي لازم تتعمل، اعتقد هم قادرين ان هم يعني الجهاز الفني الموجود والمسؤولين على الاعداد البدني في الفريق ان تخطيط البرامج تتم بشكل كويس وما يبقاش شكل جماعي، لازم هي طبعا لان في لعيبه هتلعب النهارده، ما تيجي تعمل تدوير اللعيب اللي هيشترك دوت قدامه مثلا اربع خمس ايام او خمس اربع وحدات تدريبيه وهيشترك في المباراه بشكل اساسي، لازم يكون تخطيط التدريب بتاعه غير اللعيب اللي مش هيشترك، يعني تلاقي لازم يكون هو محدد التشكيل الاساسي وبقيه المجموعه البدلاء يخش في المباراه دي والمباراه التاليه، بالتالي لازم يكون التخطيط البرنامج التدريبي للمجموعه دي يختلف تماما عن المجموعه دي، ان شاء الله حتى نعمل مجموعتين، يعني الشكل التدريبي يختلف ويبقى في اختلاف بسيط او في جزء من التدريب التخطيط البرنامج او الاحمال التدريبيه تختلف بين مجموعه وبين بعضها. هي طبعا هي ظروف صعبه والتخطيط صعب، غير طبعا ما انت يكون عندك وقت في بين المباراه وبعضها، وان انك بتحط برنامج تدريبي لكل اللاعبين بيكون برنامج واحد موحد لكل اللاعبين. انما انا بعتقد هي الفتره ديت محتاجه انك المجموعات التدريبيه تبقى في مجموعات للتدريب، فدي نقطه مهمه جدا في تنظيم تخطيط الاحمال التدريبيه. طيب ايضا الاعداد النفسي يا كابتن محمود، الاعداد النفسي في التوقيت الحالي شايفه برضو ازاي بالنسبه للمرحله الحاليه؟ يمكن النهارده كان اول تدريب لفريق النادي الاهلي بعد العوده من تونس، الملامح اللي ممكن تتقال في التوقيت الحالي ما بين الجهاز الفني واللعيبه لتخطي هذه المرحله؟ ما فيش شك برضه الاعداد النفسي مهم جدا الحقيقه، مهم جدا تعرف شخصيه اللاعب، في لاعب يقدر يستعيد ثقته بنفسه، يقدر ثقته في زمايله، الثقه بين اللاعبين وبين الاجهزه الفنيه والجهاز الفني مهم جدا، يعني الاكتشاف شخصيه اللاعب مهم جدا، وعلى هذا الاساس بتبقى انت دورك كجهاز فني انك ازاي تعمل اعداد نفسي للمباراه القادمه للبطوله القادمه. في حاجات بتتقال بشكل عام، يعني في نقاط انت بتقولها بشكل عام للاعبين كلهم، وفي نقاط بتبقى بشكل يعني انك حاجات فرديه يكون تتعامل مع اللعيبه واجتماعات بشكل فردي. في نقاط اساسيه تقدر تاثر في كل اللعيبه بيها، مجموعه كلها تتكلم فيها، وبعد ذلك بتبقى في النقط اللي هي بتتعامل بيها بشكل فردي مع اللاعبين، دي نقط مهمه بتمنى يعني ديت الاهتمام بيها، ودي دور مش المدير الفني طبعا، المدير الفني والاجهزه الفنيه المساعده ليه عليهم عبء كبير وعبء مهم جدا، ودور كمان على فكره اللاعبين القدامى اللي هم اصحاب خبرات وشخصيات قياديه في الفريق، دول لهم دور كبير قوي في الحاله النفسيه وعوده الثقه للاعبين في انفسهم وفي زمايلهم والثقه بين اللاعبين وبين الاجهزه الفنيه. وانا لو تذكر السنين اللي بدانا نلعب فيها مع بدايه الثمانينات الحقيقه كنا احنا محظوظين الحقيقه في الشخصيات كلها اللي كانت موجوده في الفرق، الكباتن الكبار الكابتن مصطفى عبده، الكابتن الخطيب، الكابتن ثابت البطل، الكابتن مصطفى يونس كان كابتن الفريق، كابتن اكرام وكابتن ثابت البطل، يعني في عناصر الحقيقه كبيره الحقيقه كانت شخصيات كويسه وشخصيات قياديه كان دايما بيجتمعوا معانا الحقيقه ويتكلموا معانا بشكل فردي وشكل جماعي، يعني ما انساش دي نقطه مهمه جدا ومهمه كبيره، يعني على عاتق الكباتن الكبار اصحاب الخبره الشخصيات القياديه في الملعب او في الفريق الحقيقه عليها دور كبير قوي في الاعداد النفسي للفريق ككل. طيب كابتن محمود، قبل الخوض في تفاصيل كثيره متعلقه بالمرحله القادمه لفريق النادي الاهلي، وبالتاكيد عندنا احاديث عن البطوله الافريقيه والارقام والاحصائيات اللي ممكن نخرج ونستفيد منها للمرحله القادمه،
في زيارة كانت مهمة جدا يعني تمت خلال الثلاثة أيام الماضية للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن حسام غالي منسق قطاع كرة القدم والكابتن محمد فضل والكابتن أمير توفيق مدير التسويق. زيارة كانت مهمة لنادي ريال مدريد للتعرف على صناعة كرة القدم والأهمية وجود الشركات المحترفة اللي بتدير كرة القدم، وأيضا كانت زيارة مهمة لكمان ملعب سانتياغو برنابيو وملعب نادي ريال مدريد. فيها تفاصيل كثيرة زي ما انتم شايفين قدامي دلوقتي على الصورة، يعني زي ما انتم شايفين قدامنا طبعا كانت زيارة مهمة جدا، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة كانت في زيارة مهمة جدا في نادي ريال مدريد، في استفادة من أمور كثيرة جدا ممكن تنعكس على إدارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وقطاع كرة القدم. أيضا زيارة لمتحف نادي ريال مدريد، غرفة خلع الملابس، شايفين طبعا الوفد الرسمي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والملقب بوزير خارجية الأهلي، الكابتن محمد فضل مدير التعاقدات، الكابتن حسام غالي منسق قطاع الكرة، الكابتن أمير توفيق مدير التسويق. فيها استفادة كثيرة جدا، ويعني زيارة جاية في وقتها تمت خلال الفترات الأخيرة، يمكن حتى منذ حوالي شهر أو شهرين كانت في زيارة أخرى للكابتن حسام غالي والكابتن أمير توفيق، حضروا مؤتمر كان مهم جدا في أسبانيا، مؤتمر لنادي ريال مدريد عن صناعة كرة القدم وكيفية استفادة إدارات الأندية من صناعة كرة القدم ووضع ميزانيات للصرف على كرة القدم بشكل إيجابي، كيف تجلب لاعبين، الفوائد الاستثمارية اللي ممكن تستفيد منها من خلال صناعة كرة القدم. ونادي ريال مدريد من الأندية الكبيرة بالتأكيد في أوروبا، وعندها يعني مشوار مهم جدا في هذا الملف، والنادي الأهلي أيضا كمان قدر الإمكان بيحاول يسابق الزمن ودايما بيتواجد في مصاف الأندية العالمية وبيحاول يتواجد بشكل مهم جدا في هذه المسائل، ودايما بيحب أو يعني دايما مسؤول النادي الأهلي بيحب يطلعوا دايما على صناعة كرة القدم والمؤتمرات اللي بتحصل في أوروبا، عشان النادي الأهلي دايما ماشي في مرحلة زي ما هو بيسعى أن يكون أكثر تتويجا على مستوى العالم في البطولات القارية. أيضا إدارة الملف الرياضي وإدارة ملف كرة القدم سواء على المستوى الفني أو على المستوى التسويقي أو حتى على المستوى الإداري لازم نمشي بشكل محترف في تنفيذ هذه الرؤية من خلال هذه الإدارات المختلفة، من استراتيجية بضعها مجلس الإدارة مع الشغل الإداري اللي بيتم داخل قطاع كرة القدم. كابتن محمود، يعني في التوقيت الحالي رغم أنك ممكن بتفقد بطولة، لكن في تفكير دايما مختلف أنك بتشوف العالم ماشي إزاي عشان تفضل مواكب للحدث، ولو عندك قصور أو سلبيات في نقاط معينة بتحاول تتفاداها عشان المرحلة القادمة. هو طبعا زيارة مهمة مفيش شك، بس في نقطة مهمة بقى، يعني لازم لصناعة كوادر بقى في النادي سواء على مستوى التدريب على مستوى الإدارة على مستوى التسويق، مهم جدا حضور بقى دورات تدريبية، بس يتحط لها تخطيط معين. احنا ما يبقاش احنا بنيجي ندور على حد في التسويق او حتى في الإدارة بنفكر، احنا مش عايزين نفكر، لازم يكون في كوادر موجودة بنعدها بفترات سابقة بحيث في الوقت المناسب يقدر يسد الفراغ اللي طرق لاي سبب من الاسباب، المسؤول عن في التدريب او مسؤول في التسويق او في الإدارة خرج النادي يشتغل في مكان اخر، يعني اي سبب من كان، مهم جدا الكوادر دي تبقى موجوده وتبقى جاهزه وتبقى حضرت دورات تدريبيه وتثقفت الحقيقه، وزي ما قلت يكون لها تخطيط كويس، يتحط تخطيط لسنوات، يعني عشان نعمل كوادر، الكوادر دي بتتعمل في سنوات، مش عايزين تبقى زياره او يعني دوره تدريبيه او مؤتمر بيتم بشكل يعني بالصدفة أو يعني لا، بيتم التنسيق من خلال الإدارات المعنية في الملف ده، لأن كان حتى يعني عايز أقول لك مؤتمر صناعة كرة القدم يا كابتن محمود كان من حوالي شهرين كان موجود في أسبانيا، يمكن دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة كان سافر إلى أسبانيا في فترة معينة وحضر ممثل عن إدارة النادي الأهلي وكان بيشارك في إلقاء كلمة متعلقة بالنادي الأهلي في مؤتمر صناعة كرة القدم، ثم عقب هذا المؤتمر كان في سفر متخصصين في هذا الملف، كابتن حسام غالي والكابتن أمير توفيق مدير التسويق، واتكلموا أيضا وحضروا ورشة عمل لمؤتمر صناعة كرة القدم، ثم عقبها زيارة ثالثة. كل هذه الأطر بالتأكيد بيتم التخطيط ليها عشان في الآخر تلاقي منتج إيجابي للمرحلة. أنا بتكلم بشكل عام يعني بالزبط. مقصودش يعني النادي الأهلي بشكل خاص، يعني أقول رأيي بشكل عام، يعني نخلي الكلام الناس كلها تستفيد منه، كل أكيد. الأندية تستفيد منه. المهم جدا كمان اللي بيحضر دورة تدريبية في أي مجال، يعني تسويق أو إدارة أو تدريب، مهم جدا ينقل برضه لزمايله الخبرات دي، بيقعد أسبوع أسبوعين ثلاثة بيحضر هذه الدورة بيستفيد منها، مهم جدا. يعني مثلا مدرب حضر دورة تدريبية في أي نادي كبير، الحقيقة طبعا مفيش شك هتبقى لها فايدة كبيرة عليه بشكل شخصي، يجي وبرضه يقول لزمايله في قطاعات الناشئين مثلا ويحضر معاهم وبرضه يحاول بقدر الإمكان ينقل دورة، عايزين نتبادل الخبرات الحقيقة، وما تبقاش مقفوله الاداره لوحدها والتسويق لوحده والتدريب لوحده، مهم جدا لان في النهايه برضو العمل هتلاقيه مشترك، فالنقطه دي مهمه. الخبرات اللي بناخدها من الخارج
يستفيد بيها الموجود في الداخل في حلول برضو نعمل مؤتمر مش بشكل مؤتمر يعمل ندوات محاضرات لزمايله ومش لازم يكون في نفس التخصص يحضرها المدربين ويحضرها الاداره ويحضرها الشغالين في اداره التسويق الحقيقه ما فيش شك هتعب يعني عايز يعني يبقى العمل فيه اشتراك كده يعني هارموني وتبادل معلومات في كل المجالات أكيد. هو انا لو مدرب وحضرتك رحت دوره تدريبيه مثلا في التسويق ما اكيد انا هستفيد بيها يعني في النهايه هتلاقي الادارات دي في نقطه بتكمل بعضها في نقاط مشتركه بينهم فانا اتمنى المجموعه اللي سافرت تيجي تدي محاضرات برضو لزمايلها في النادي ما فيش شك هترجع تعب الاستفاده الكبيره على كل الناس ودي نقطه مهمه وزي ما قلت في البدايه اللي هو صنع الكوادر نجهزهم من بدري عشان زي ما انت عندك لعيب مثلا حارس مرمى وفي احتمال ان هو مثلا سنتين ثلاثه ويعتزل انت لازم تكون مجهز البديل بتاعه في التدريب ويعني مين هيسد الفراغ بتاعه يكون كل الحاجات دي جاهزه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اطلع ببطوله افريقيا وانا عايز اعرف ايجابيات وسلبيات عشان استفيد بالمرحله القادمه. يمكن الاحصائيات الفنيه اللي بيضعها الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي بتدي انعكاس لشكل البطوله بشكل عام سواء في مستوى الفرقه او حتى على المستوى الخاص بفريق النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي على مدار البطوله في احصائيه خرجت من الاتحاد الافريقي وعلى الموقع الرسمي بتتكلم على يعني نسبه نجاحك في الهجمات المرتده، الكرات الثابته، ضربات الجزاء ونسبه نجاحك في هذا الارقام، الالتحامات واستخلاص الكره. لو هديك ارقام يا كابتن محمود وتبني عليها بالنسبه للواقع خلال الفتره القادمه، يعني في مساله الالتحامات واستخلاص الكره الاهلي على مدار البطوله نجح بنسبه 51% في موضوع استخلاص الكره والالتحامات البدنيه. طب استاذ حضرتك رد على نقطه اتفضل. النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات هو نادي القرن على مستوى القاره الافريقيه واكبر نادي في الوطن العربي وفي افريقيا ودايما بيسعى وعنده امل وعنده طموح يصرف على كل البطولات اللي بيشترك فيها. لا نسبه الالتحامات اعتقد لو انت حضرتك قلت 51% نسبه قليله كنادي نادي بطولات دي نسبه قليله وانا بعتقد ان احنا الناحيه البدنيه برضو او النمط الجسماني او التكوين الجسماني للاعبين عندنا قليل شويه. دي نقطة لازم يعني نهتم بيها من مدرسة الكورة، يعني دي مهم جدا، يعني حتى على مستوى المنتخب المصري احنا بنعاني في الالتحامات خصوصا في الكرات العالية بنلاعب فرق زي السنغال والكاميرون بتشوف بقى الفرق في المستوى النمط الجسماني والتكوين الجسماني للاعبين، لا في يعني في فرق كبير قوي لصالح هذه الفرق سواء حتى على مش على مستوى المنتخب المصري حتى على مستوى الأندية. فدي مؤشر كويس جدا، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، لازم الحاجات دي يعني لازم نهتم شويه بالجانب العلمي نجيب احصاءات دي بتطلع منها انت نتائج وتقدر تشتغل عليها. يعني موضوع الالتحامات دي يعني يخلينا نهتم بالجانب النواحي البدنيه سواء على الناحيه الوراثيه للاعب او شكل التدريبات اللي احنا بنشتغل عليها ازاي يبقى الاعداد حتى لو اللاعب عنده نقص في حاجه معينه من النواحي البدنيه ازاي اقدر اعوضها له او بقدر الامكان اوصل لاعلى مستوى ممكن من خلال البرامج التدريبيه. طيب برضو في جزئيه المتعلقه بالكرات العرضيه الكروسات اللي بتعمل في الكرات العرضيه مع ضربات الجزاء نسبه النجاح في الكرات العرضيه حوالي 38% وضربات الجزاء كان في البطوله احتسبت لك 6 ضربات جزاء احرزت 6 اهداف فنسبه 100% ما بين الكرات العرضيه وضربات الجزاء نسبه النجاح فيهم برضو بتقصها جزاء كويس طبعا انت ده نسبه 100% اكيد نسبه جيده يعني في الكروسات اللي انت استفدت منها بشكل ايجابي. انت بتتكلم في الحاله الهجوميه ولا دفاعيه؟ النسبه الحاله الهجوميه في الحاله الهجوميه هي اعتقد معقوله يعني 36% انك يعني تقدر تنجح في الالتحامات انك تفوز انك تلعب ضربات الراس بنسبه 36% في الناحيه الهجوميه اكيد هي نسبه جيده بس لو حسبناها نسبه ديت في الناحيه الدفاعيه طبعا اكيد هتبقى نسبه غير جيده تماما المفروض تكون اعلى من كده. ده هي متعلقه بس في الناحيه الهجوميه في الكرات العرضيه في الناحيه الهجوميه بالظبط استخلاص ونسبه التهديف دي عندك نسبه تهديف منها ولا لا مش نسبه التهديف هي بس نسبه النجاح في الكروسات اللي هي الكرات العرضيه وقدرت تحرز منها اهداف او استفدت منها على الثلاث خشبات نسبه جيده اعتقد نسبه جيده يعني هو ما نقدرش نقول نسبه عاليه بالنسبه برده لفريق النادي الاهلي اللي هو افضل نادي في افريقيا والنادي برضو اللي بيسعى لكل البطولات اعتقد ممكن دي تزيد شويه بتقيس الارقام دي بمستوى البطوله على المستوى الفني بس هي طبعا هي عايزه تحليل وعايزه مقارنات انت ما عندكش مقارنات بالفرق الاخرى طبعا يعني انت لازم تعرف اعلى معدل ايه يعني انا ما يبقاش عندي مثلا منتخب مصر بس لا اجيب المنتخبات القمه برضو اللي معايا السنغال غانا نيجيريا
الدول العربية في الشمال الأفريقي المغرب وتقيس يعني أكبر فرقة وأقل فرقة وتقدر تعمل مقارنات. دي أعتقد دي هتبقى بشكل علم أفضل وبشكل دقيق أفضل وتقدر تطلع بنتائج وحقيقة هتخليك تغير ممكن تخليك تغير شكل التدريب بتاعك. يعني ما اجي احط برنامج انا عندي شايف ان في ضعف في الهجمات المرتده لازم يبقى تركيز ايه العيوب اللي عندي في الهجمات المرتده، هل عندي ضعف في السرعات، هل عندي ضعف في العدد اللاعبين الكثافه العدديه اللي بتتحول من الدفاع للهجوم قد ايه، هل بلعب على العرض الملعب كله ولا بتجه بشتغل على الكره الجنب اللي فيه الكوره، كل الحاجات دي عايزه تحليل وعايزه تفسير. بس مهم جدا يكون عندك الارقام اللي هي في القمه وتقدر تخطط عليها. طيب التسديد والهجمات المرتدة، انت على مستوى التسديد يعني نسبة نجاحك في التسديد على المرمى الكرات اللي دخلت ما بين الثلاث خشبات نسبة النجاح فيها 51.2% والكونتر اتاك نسبة النجاح فيها 36%. النقطتين هربطهم بالأداء الفني لفريق النادي الأهلي، ده بيعتمد على التسديد بيعتمد على الكراسات، لكن الهجمات المرتدة الأداء الأهلي الفني مختلف تماما عن الفرق اللي بتلعب دفاع وهجمة مرتدة بتقيس برضه الرقم دي ازاي. بس هو في نقطه يعني اقدر يعني المفروض تضاف ما اعرفش موجوده في الاتحاد الافريقي ولا انت حضرتك ذكرت ان التصويب على المرمى نجاح بنسبه 50 و51%. تمام، بس برضه محتاجين نقطه الـ نسبه احراز الاهداف يعني اللي نجحنا فيها في احراز هدف برضه تقدر لازم عشان دي هتديك برضه مؤشرات كويسه ونقاط تقدر تقيسها. لو سددت 100 تسديده 51 تسديده كانت بين ثلاث خشبات لكن كم تسديده دخلت المرمى؟ بالظبط دي نقطه مهمه، انا ممكن اسدد 20 واسجل 2، ممكن اسجل 10 اسدد 10 واسجل 3. هنا لازم مهم جدا برضو النتائج ديت يعني اللي انا نجحت فيها في احراز الهدف دي برضو لازم تكون موجوده، ولازم نرجع للنقطه اللي اتكلمنا فيها، مهم جدا تشتغل على القمه على الاقل على المستوى الافريقي ان تقدر توصله وتتخطاه. وصلت للنص، ما هي الاهداف يا استاذ محمد بتبقى متدرجه، انا عايز انافس ونافست وقدرت اوصل لاعلى مستوى على المستوى الافريقي، ليه ما اجيبش النسب ديت والتحليل ده من الاتحاد الاوروبي مثلا، شوف القمه بتاعت افريقيا واشتغل عليها. بس انا هي بتبقى خطوات يعني مهم، لو احنا عندنا افضل نسبه على المستوى الافريقي قدرت اوصل لها اتخطاها بعد كده يبقى عندي طموح طبعا اشوف على المستوى الاوروبي. هي كده طبعا انت عارف التطوير لازم يتم بخطوات متدرجه اكيد مهم جدا، وارجو ان يكون معلومه وصلت. يعني الكلام عايز شرح كبير طبعا بس انا قدر الامكان عايز اختصر المفهوم بالظبط. طيب وانا بتكلم مع كابتن محمود صلاح هو برضه بيشير لهذه الارقام، لكن الكابتن محمود صلاح خلال الفتره القادمه او شهور قليله بيحضر لرساله دكتوراه متعلقه بنسبه مساهمه بعض مكونات الفورمه الرياضيه كمحددات في انتقاء العناصر في منتخب مصر للشباب تحت 19 سنه، ودي رساله الدكتوراه. يمكن انا كنت ما قدرتش مع كابتن محمود يعني جزئيه مهمه جدا للفورمه الرياضيه وده داخل فيها اطر كثيره جدا، فورمه بدنيه وفورمه فنيه فورمه ذهنيه كمان. هذه الارقام ومدى انعكاسها كمان بانك هتناقش رساله الدكتوراه كابتن محمود خلال الايام القليله القادمه او الشهور القادمه. هو برضه لازم نهتم بالعلم طبعا ومهمه جدا الرسائل دي، ما هو للاسف احنا ما بنستفادش بالرسائل دي خالص. طب فكره بالنفس رساله حضرتك هي الرساله بتحط بتعمل مقاييس من الفورمه الرياضيه، المقصود بالفورمه الرياضيه بقدر اللي هي الناحيه الفنيه، الناحيه الفنيه المهاريه الخططيه البدنيه، الناحيه النفسيه الناحيه الذهنيه. مهم جدا بتعمل قياسات وبتشوف ايه اللي بيميز اللاعبين الدوليين اللي انت بتختارهم على هذا الاساس. مهم جدا يبقى عندك مسطره بتختار على اساسها اللعيبه دي، ما يبقاش انا بختار منتخب ويبقى ناحيه بدنيه يعني ناحيه فنيه في الملعب بس، لازم عنده اسس اختار فيها، لان انت على فكره بتبقى التقييم الفني في الملعب غير كافي لاختيار لعيب المنتخب الحقيقي. فمهم جدا لازم يكون عندك قياسات بتقيس عليها ودي برضو هتديك مؤشر للعيب، يعني لازم تحمل لازم سرعه اذا كانت حاجات في النواحي البدنيه حاجات في النواحي الفنيه في التصويب في دقه التمرير في دقه التسويب في ضربات الراس يعني بقدر الامكان دي بتحط انت اختبارات ومقاييس ليك انت لما تيجي تختار هتفرق معاك كتير جدا في الاختيارات النهائيه دي بحيث توصل يعني لافضل العناصر بشكل علمي وبشكل عملي. دي هتساعدك كتير قوي في انك توصل لاعلى مستويات. ليه اهتميت بالعنوان ده في رساله الدكتوراه يا كابتن محمود؟
لا انا على فكره انا يعني مش انا اللي اخترت العنوان اللي اخترت الموضوع، يعني هو في الاستاذ الدكتور اشرف جابر، الاستاذ الدكتور صابر العدو، اساتذه كره القدم الحقيقه في كليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان. تمام. جامعه حلوان طبعا جامعه الام، فهم دول بيمثلوا القمه الحقيقه، مش في الكليه عندنا، في القمه على يعني على مستوى مصر، على كل كليات التربيه الرياضيه على مستوى مصر. دكتور اشرف جابر استاذ كره القدم والتدريب الرياضي، كذلك الاستاذ الدكتور صابر العدوي. بحب بس انوع على الشخصيات دي ان هم يستحقوا الحقيقه ان احنا ننوع عنهم الحقيقه. وفي نفس الوقت قبل ما اقول كده انا بشكرهم جدا ان كنت طلبت منهم هم يشوفوا عليا، هم بيمثلوا القمه الحقيقه، والحقيقه بروح طيبه جدا هم يعني مشكورين جدا، وافقوا ان هم يعني يوافقوا ان هم يكونوا مشرفين عليا. الدكتور اشرف جابر الحقيقه اشتغل في نادي الزمالك عشرات السنين الحقيقه، بدايه من مارس الكوره للفريق الاول، ويعني ضرب او اوصل او كان ليه الفضل في اكتشاف وتطوير لاعبين كتار، يمكن عصام ابراهيم يوسف مرحوم الكابتن ابراهيم يوسف الحقيقه الله يرحمه، يعني بيمثل القمه سواء فنيا او حتى على المستوى الانساني. في كابتن سعيد الجداي، كابتن كتير، وكابتن ابراهيم ناصر، وكابتن ناصر ابراهيم، وحتى كابتن محمود عبد العزيز شيكابالا كان هو اكتشفه من كان في زمان مدارس الموهوبين الحقيقه. واشرف على يمكن 100 رساله دكتوراه الحقيقه، سواء في الدكتوراه او الماجستير الحقيقه. يعني سي في يعني الحقيقه عظيم. كذلك برضو الدكتور صابر العدوي، يمكن كان لاعب سابق في النادي الاهلي، وصل مرحله الشباب، يمكن كان يمكن فتره 67 يمكن دي عطلته شويه عن ان هو يكمل، يمكن عاصر مجموعه من النجوم الكبار اللي كملوا الحقيقه في الكوره. طبعا كابتن نادي ورئيس النادي الاهلي السابق كابتن حسن حمدي، وكابتن عادل تعيمه، وكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه، يعني معشرات اللاعبين. وكابتن صابر العدو برضو كان مدرب في الثمانينات الحقيقه، الفريق الاول لنادي السكه الحديد في الدوري الممتاز. يعني انا شايف يعني انت كويس، انا بقول الكلام ده ليه في النهايه، والسي في قوي مهم جدا، الشخصيات اللي هي على مستوى متميز من الناحيه العلميه مهم جدا نستفاد بيهم. مش معقوله بس هي ان احنا هم بيشاركوا، وهم طبعا محاضرين في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي لكره القدم، مش دورات تدريبيه بس. انا بتمنى الانديه والمنتخبات تستفيد بيهم. هي يعني كانت خطوه كويسه مثلا اختيار الدكتور محمود سعد ان هو يبقى مدير فني للاتحاد، مهم بيجمع بين الممارسه وبين العلم. تمام. كان اختيار موفق، وبتمنى كل الناس في اساتذه كتير قوي ان احنا نستفيد منه. احنا تعرضنا مثلا سوري تعرضنا لموضوع علم النفس، في اساتذه كبيره علم النفس، في الاستاذ الكبير الدكتور محمد حسن علاوي، ده على مستوى الوطن العربي كله الحقيقه لازم نستفاد من الناس دي. يعني اكيد، وكل التوفيق لك يا رب في رساله الدكتوراه، ويكون في استفاده كمان من العنصر الفورمه الرياضيه اللي داخل فيها افكار كثيره جدا للتطبيق على ارض الواقع في منتخبات الناشئين او الشباب تحديدا. طيب هنتقل من هذا الملف لملف النادي الاهلي خلال الفتره القادمه اللي بيستعد لمباراه الوصل الاماراتي. بقيمتك ومكانتك احد نجوم كره القدم في النادي الاهلي، ازاي نستفيد من المرحله السابقه ونتخطاها ونخرج خالص بره اطار البطوله الافريقيه، ونستعد ذهنيا وفنيا للبطوله العربيه اللي خلاص مباراه بعد ايام قليله مع الوصل، وندع في الاعتبار نتيجه مباراه الذهاب اللي انتهت تعادل ايجابي 2-2؟ هو ما فيش شك، يعني انا شايف في مشكله في اجهاد، في اجهاد. اتكلم على الاجهاد الاول، بعد كده لو في نقطه ثانيه اتكلم عليها. الاجهاد ده يعني اجهاد بدني، بس بقدر الامكان، بقدر الامكان يعني احنا في يعني اساليب متطوره شويه في استعاده في الاستشفاء يعني اللاعبين، يعني في اجهزه ممكن نستخدمها، واعتقد في جزء منها متوفر في النادي الاهلي، وفي متوفر في برضه في يعني انديه اخرى، سواء في انديه الجيم او انديه تانية. دي مهم، انا شايف مهم جدا نستفيد منها، ولو في اساليب اخرى نطلع حد من بتوع مسؤولين اللياقه البدنيه او الاعداد البدني برضه الخارج، لو في اجهزه، في استجهزه بتساعد الاستشفاء دي بسرعه جدا للاعبين. اعتقد دي مش كامله قوي عندنا، المفروض توصل للكمال. دي نقطه مهمه جدا دي عشان ما يبقاش في اجهاد. النقطه الثانيه ما فيش شك كيفيه الوضع او تخطيط البرامج التدريبيه. ايه اللي انا عندي فتره قصيره 3 أيام أو 4 أيام وهشترك فيه عناصر، حتى لو بتعمل تدوير أنت لا يمكن تغير ال 11 لاعب، تغير نسبة قليلة بحيث لا تؤثر على مستوى اللاعبين. إنما ممكن تحط بدلاء
قريبين من عناصر الأساسية كمستوى، وفي نفس الوقت ما تأثرش على الفريق وتعمل هبوط في المستوى الفني ليهم. فالتبديل هيكون في حدود، فمهم جدا موضوع التخطيط. انا مش بقول في تقصير في البرامج يعني، بس مهم العناية بيه قوي والتركيز عليه قوي، اللي هي العناصر سواء لو مستعملنا التدليك او في الساونا، يعني حاجات كتيره، الجاكوزي، يعني في حاجات كتيره، وفي حاجات اجهزه جديده ممكن تعمل ده. دي النقطه. والنقطه الثانيه تخطيط المباراه، دي على الاقل لو اتعامل بشكل كويس جدا وتخطط بشكل جيد، موضوع الاجهاد ده هيقل بصوره كبيره جدا. النقطه الثانيه اللي واضح وخصوصا اشعرنا بيها مع نهايه الشوط الاول طبعا مباراه الترجي، وبعد كده في النهايه نهايه المباراه الجون الثالث تقريبا في الوقت الضائع، يعني الحقيقه الناحيه الذهنيه بقى والنفسيه، انك ازاي يعني تحتفظ بتركيزك وانك تبذل اقصى جهد ليك لاخر ثانيه من المباراه. اعتقد دي فيها قصور من عند اللعيبه، محتاجه برضو دي جلسات نظريه، محتاجه التدريب نفسه. يعني انت يعني عايز ازود الناحيه النفسيه عند اللعيبه، يبقى خلاص في كناحيه تدريبيه ممكن نحط برامج تدريبيه فيها تنافس، تنافس ممكن من غير كوره في سبرنتات، تنافس بالكوره ممكن اعمل مان تو مان في تدريبات مان تو مان في مساحات صغيره هتلاقي فيها ضغط كتير قوي، عايزه تركيز مش كده برضو، اركز على الجانب الدفاعي وايه الاخطاء الدفاعيه سواء لو بلعب دفاع ضد هجوم. يعني هي نقدر يعني احنا نرفع من المشاكل او نتغاضى او نتخلص من مشاكل النفسيه والمشاكل الذهنيه، سواء بنواحي مش هتبقى مش دكتور نفسي بس دوره، اذا كان في دكتور نفسي يعني لا، في الملعب لازم يعني الحاجات اللي فيها تنافس يركز عليها عشان الناحيه النفسيه تزيد عند اللاعب. اللعيبه فيها فروق فرديه بينها في تكوينها، في لعيب عنده يعني صفات اراديه رائعه، مثال مثلا احمد فتحي جه في ذهني، هو كان وائل جمعه كده في ذهني ماشي، مش كل اللعيبه كده، يبقى اكيد في ناس عندها نقص في الحته دي، يبقى ركز. مهم جدا لما اجي اخطط للتدريب اشوف انا ابقى عارف هركز على مين بالظبط. عندي بعض اللاعبين عندهم نقص في كذا، في رد الفعل، في نواحي التحمل، تبقى الخريطه قدامي. لما اجي احط انزل الملعب بقى اركز على النقط دي، نقط يعني في فروق فرديه لازم اراعيها ولازم اركز عليها. طيب. مهمه جدا، ودي نقطه محتاجه كل يشتغل عليها، مش مدير فني وعندك ثلاثه اربعه مساعدين ليك، يشتغلوا ويقعدوا مع بعض، ايه اللي تم، ايه اللي ناقص، ايه اللي مهم. فدي انا شايف ان دي نقط مهمه جدا لازم نركز عليها. طيب. مباراه الوصل الاماراتي في الظروف الحاليه شايف هذه المباراه ازاي مع الوضع اللي اعتبره نتيجه مباراه الذهاب انك اكيد لازم تعمل نتيجه ايجابيه هناك في الامارات؟ طبعا طبعا لازم تفوز، وتعديل تتعادل بنتيجه اكتر من 2-3 3-4، وده طبعا ما نتمناهوش ان النادي الوصلي يسجل 3 اهداف عشان نتعادل معاه او 4 اهداف عشان نتعادل معاه. انت رايح تكسب عشان تتاهل لدور الثمانيه. بص، تحت اي ظروف وتحت اي جهاد وضغوط مباريات وتحت اي تاثير سلبي على الفشل، اسف نقول فشل، متاسف يعني كلمه صعبه جدا، ان احنا عدم النجاح في الحصول على بطولة افريقيا باي وضع وباي ظروف او مستوى بدني موجود او اجهاد، ما فيش شك ان في فرق كبير جدا بينه وبين الوصل الاماراتي. حتى الوصل الاماراتي ما بيمثلش قمه الكره، في ترتيبه متاخر في الدوري الاماراتي وفي اخطاء الفتره الاخيره، حتى تم تغيير الجهاز الفني بالظبط ترتيبه العاشر في 12 فرقه تقريبا الوصل الاماراتي، مع الفرق طبعا في الفرق في محترمنا، بس عمل مباراه كبيره ببرج العرب. هو كان موفق بشكل غير طبيعي واحنا كنا في اسوء حالاتنا، اعتقد ده مش هيتكرر، ان شاء الله نقدر نتخطاه باذن الله. طيب، ما بين مباراه الوصل بعد كده عندك السوبر المصري السعودي وانطلاق الدوري او استئناف المشوار يوم 1/12 مولين العرب، هو الـ 16 و25 لا، مباراه افريقيا مباراه الذهاب احد ايام 14 او 15 لا او 16 لا، السوبر الافريقي السوبر المصري السعودي يوم 26 نوفمبر. هيكون في مصر ان شاء الله. قبليه لا، قبليه ماتش الوصل الاماراتي. المشوار المحلي لسه هيستأنف من 1/12 مع ماتش المولين العرب. ولسه حتى هذه اللحظه الحاج عامر حسين ما حطش المؤجلات او مواعيد الاهلي ان شاء الله في شهر 12 في انما ماتش الوصل الاماراتي 22 ده اول خميس، يوم الخميس القادم باذن الله، مش بكره اللي بقى. باذن الله. تمام، احنا ما فيش لعب قبليه مش كده، ما فيش اي مباريات الا مباراه الوصل، بعد كده مباراه السوبر، بعد كده استئناف المشوار 1/12. دي الخريطه اللي محطوطه بشكل رسمي لحد دلوقتي. لغايه دلوقتي طبعا، مع الوضع في الاعتبار يعني من 22 ل 26 مش كده. هي المشكله مش في الوصل، المشكله طبعا في
26 4 عندنا 23 24 5 3 ايام بس. احنا انا شايف التركيز يكون على بطوله السوبر، واعتقد اي عناصر موجوده في النادي العربيه كابتن محمود. لا ما دي الاسهل، ما هو في بص ما انت ما قدام انت قدام خيارين يعني، ايهما الاهم وايهما الاهم والاصعب والاقوى بالنسبه لمستوى المنافس؟ ما فيش شك مباراه السوبر مع اتحاد جده، الكره السعوديه متطوره، اتحاد نادي اتحاد جده بيمثل قمه، وعميد الانديه السعوديه بيمثل قمه من قمه من الكره. فدي لازم يكون عليها التركيز، ان انا اركز عليها، لازم افضل اللاعبين والتيم الاساسي لازم يكون متواجد بشكل كامل في البطوله دي. طيب عندك ما تنساش في نقطه مهمه، هي البطوله العربيه كمان هي المشكله في التعاقد المادي، انما نادي الوصل فرقه الوصل محترمنا كامل لنادي الوصل الحقيقه، انا شايف مش عايز اقول بدلاء، انما لازم يكون التخطيط للتركيز بشكل اساسي على مباراه السوبر. شايف ان توقيت المباريات ده فرصه جيده للاهلي ان هو يستعيد الحاله، الثقه تعود من جديد للجميع، انك تكسب وتتاهل لدور الثمانيه، تعمل بطوله مع ماتش اتحاد جده، عندك مباريات الدوري، بطوله افريقيا، يعني مش هتستنى سنه على بطوله افريقيا اخرى، انت في الشهر القادم مباراه الذهاب والعوده في منتصف ديسمبر، وتلعب دوري المجموعات في يناير، النهائي في مايو، يعني اقل من سنه ايضا بطوله افريقيا جديده. كل الظروف اللي موجوده ده ممكن نستفيد منها ونعمل طاقه ايجابيه للجميع عشان نتخطى ما حدث، لان الاهلي اكيد مر بظروف قدر يتخطاها وقدر يجيب بطولات على 10 سنوات متتاليه بانجازات طيبه جدا، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. شوف بقى يا استاذ محمد، انت لازم تحط التصور للمرحله اللي جايه دي بشكل كامل. يعني المجموعه، يعني انا رايي الشخصي من دلوقتي، طبعا في ظروف استثناءات، في اجهاد او في لا قدر الله اصاب اللاعب او لعيب بيجي له ايقاف مش هيشارك في المباراه، بس انا يعني ممكن جه التفكير والله في حاليا في زي حادث كده التفكير، انا اخطط تصور التشكيل، طبعا التشكيل ده مش هيبقى ثابت، بس هيبقى في تغيير في 11 لاعب، انت بتلعب تغيير في 2 في 3 في 4 بالكثير اكيد، بس انا من دلوقتي انا عارف الوصل ايه اللي هيلعب، تشكيل مين، ومين اللي هيلعب التشكيل اللي هيلعب مباراه السوبر المصري السعودي، تمام، وحتى مباريات ال 32 واحد 12 لا ال 12 الدوري العام ماتش المقاولين العرب دور 32 افريقي يوم احد ايام 14 او 15 او 16 ديسمبر، يعني الفتره القريبه ديت، الفتره دي يتحط تصور للتشكيل اللي هيلعب، تصور واحد يقول لك اعلام التشكيل قبل 3 4 ايام، انا عايز بس انا اقول فكره يعني، اتمنى وجهه نظرك انه تكون يعني سليمه، يعني احتمال تكون سليمه او غير سليمه، احتمال حد بيسمعني يقتنع بيها واحتمال حد بيسمعني ما يقتنعش بيها، وارد يعني انا احط تشكيل مين اللي هيلعب النهارده السوبر الافريقي، ايه العناصر الاساسيه؟ السوبر السعودي، السوبر المصري السعودي، تمام، ايه اللي احط تشكيل متصوره وبناء عليه انا هنا اعمل برنامج تدريبي للمجموعه دي، يعني معنى كده والمباراه الوصل اللي قبلها مين التشكيل اللي هيلعب، تمام، انا عارف ان التشكيل ده مش هيبقى ثابت، في ظروف ممكن تبقى متغيرات بس هتبقى قليله مش كتيره، انما 80% اللي انا احطه اكيد هيلعب غالبا 80% من التشكيل اللي احطه، يعني ده يتحط له برنامج وده يحط له برنامج وده تصور وده تصور، بمعنى اللي هيبدا مباراه الوصل بطوله العربيه مباراه الاياب ده يتحط له برنامج غير البرنامج للمجموعه اللاعبين، مجموعه اللاعبين دول غير البرنامج اللي حط لمجموعه اللاعبين اللي هيلعبوا ماتش دي مهم، لازم افصل لازم افصل، يعني ممكن يبقى في جزء بدايه مباراه، في جزء ممكن يبقى في يعني يوم من الايام ممكن حمل متوسط للمجموعه يبقى كله بيشتغل عليها، انما هيبقى في اختلاف في وضع البرنامج وتخطيطه، يبقى المجموعه دي يتخطط لها بشكل وتحط لها دي تحط لها برنامج ودي تحط لها برنامج، انا وجهه نظري كده، عشان ما تخشش في ايه في اجهاد، يبقى لعيب بجهده ولعيب ما لعبش الماتشين ده وكان ممكن لعيب ما لعبش الماتشين ده، خصوصا ان في تفاوت في مستوى الفرق، يعني مباراه الوصل نقول مستوى متوسط، مباراه دول ال 32 اللي هنبدا بيها بطوله افريقيا من بطل جيبوتي وبطل اثيوبيا، هقول مستوى متوسط، يعني دي من يعني دي كويس،
يبقى دي يعني دي هتسهل يكون اقل من المتوسط لان الاهلي هيواجه احد فريقي ابا جيفر الاثيوبي او الجيبوتي تيليكوم بطل جيبوتي. يعني حتى على الخريطه الافريقيه الاسمين مش من الاسامي الكبيره في الفرق الافريقيه. انا مش عايز اقول اقل متوسط، انا بقول يعني متوسط لازم يعني هنحترم الفرق ونقول متوسط. فانا اقصد لازم المجموعات دي تخطيطها، مش عايز اطول وعيد في الكلام، دي تخطط لها بشكل حتى لو مباراتين تخطيط والمباراتين اللي قبل كده عندي فرصه في الوصل نلعب بودلاء بعض العناصر الاساسيه والتركيز على مباراه السوبر المصري السعودي، عندي فرصه المباراه بعد كده هيبقى المولين العرب 1-12 بالظبط، هيبقى مباراه صعبه في الشك، وبعد كده العناصر الاساسيه والباقي اللي بعديها مباراه اللي هي 32 دور 32 مع بطل، وهتبقى متوقفه على القيد لان انت غدا ان شاء الله اخر ميعاد للقيد الافريقي هيتم ارسال القائمه بحد ادنى 23 لاعب. خلاص الكلام في لازم في وقت من الاوقات بتركز على مجموعه هتلعب على 3 ايام وتركز على مجموعه هتلعب بعد 6 ايام او 7 ايام، هل اشغل دول زي دول في التدريب؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا، وانا عندي فرصه كويسه ان في عنصر اضعف بالنسبه للمنافس، فدي اكيد هتخليني تظبط لي البرنامج التدريبي وتخليني اقدر اعمل كده. طيب عايز انتقل من الاهلي للمنتخب الوطني وعنده استعداد لمباراه تونس في التصفيات الافريقيه، تاهلنا احنا وتونس، لكن حاله الربط ما بين الاهلي والمنتخب الوطني النهارده وليد سليمان من خلال تويته كتبها قال برفع الحرج عن الجميع ونهاء حاله الجدل، اعلن اعتزالي اللعب الدولي بالتوفيق دوما لمنتخب بلادي. وليد سليمان لعب مع منتخبنا الوطني 23 مباراه دوليه بواقع 1065 دقيقه، 16 مباراه وديه، 6 مباريات في تصفيات كاس الامم ومباراه في تصفيات كاس العالم. من خلال هذه الاحصائيه واعلان وليد سليمان الاعتزال اللعب الدولي، تعليقك على هذا الخبر وكيف تتابعه مع اختيارات المنتخب الوطني اللي عنده مباراه مهمه مع تونس خلال الفتره القادمه؟ ما فيش شك في النافعه كلاعيبه محليين، انا عايز اقول للكابتن وليد سليمان يعني اديله وضعه افضل لاعب في مصر، وحتى لو حطيناه مع اللعيبه المحترفه في الخارج يعني لو قلنا استثنى محمد صلاح يتفوق عليه، هو يكاد يتفوق على كل العناصر الموجوده حتى اللي بتلعب في الخارج المحترفه في الخارج. هو ده احنا مش متفقين عليه؟ متفقين طبعا على حاله وليد سليمان السنه دي كمان تحديدا. بس هو في منتخب عنده احسن لعيب في منتخب في 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 احسن لعيب عنده في مصر ما ياخدوش منتخب ومرشح احسن لعيب في دوري ابطال افريقيا. ايه يعني ايه يقول لك بس متوسط العمر؟ اصل انت بتخطط ليه؟ طب ما انا لما اخطط لمرحله قادمه طويله انا مش هخطط للمرحله الحاليه. طب ما انت ممكن نتائجك تسوء كمدير فني وتمشي. انت مشكله عندك. احنا يعني وصلنا احنا وتونس لنهايه الامم 2019 كاميرون شهر 6 2019، انما ممكن هو فوزي المزرتي اقلوه ما اعرفش كان بيلعب مباراه مش فاكر ايه بالظبط او يعني ايه يعني. ورغم ذلك هو وصل حقق الهدف ورغم ذلك اقيل. انت سوء النتائج ممكن يعني انت في المرحله الحقيقيه في حاجه اسمها تخطيط. ماشي تخطيط بس ما يتغاش عن افضل العناصر. يعني لو في بديل انت شايفه بيلعب في في مراكز اللعب اللي ممكن يلعب فيها وليد تمام ماشي، بس في التوقيت ده احط افضل عنصر ده اعده ايه؟ اخده معسكرات معايا يتدرب معايا يلعب مباريات وديه، خطه قصيره المدى وخطه بعيده المدى. بالظبط بالظبط، انما ما مش 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 يفضل على احسن لاعب في مصر يفضل عليه في مباراه رسميه، لا انما المباراه وديه ممكن وليد ما يلعبش ولاعب اللي هو هيلعب بعد سنه بعد سنتين ويبقى اعداد كويس ليه وانا ببص في المستقبل ودي حاجه نحييك عليها، انما تيجي في افضل عنصر وتقول اصل متوسط الاعمار. متوسط الاعمار مع عصام الحضري اللي لعب عنده 45 سنه ولعب كاس عالم يعني لا طبعا مبدا مرفوض، واللي هو لو في كمنطق يرد على اي يرد على التساؤل ده اللي بيتساءله كل الخبراء وكل المدربين. بس تبقى في النهايه الجزئيه الاساسيه اللي بين قوسين وجهه نظر فنيه. لا مفيش وجهه نظر فنيه. وجهه نظر فنيه في حاجات احنا متفقين عليها، هو دي ملايين تقول الكلام ده مش عشان انا شغال في الكوره يعني. لا مش وجهه نظر فنيه خالص. طيب ارتباطه بعدين وليد على فكره كمان جوكر في اي حته يعني اذا كان في وسط الملعب في الجنب اليمين في القلب في اليسار يلعب ولو لعبت راس حربه هيلعب وعنده قدره ويمتلك كل حاجه الامكانيات المهنيه والبدنيه والفنيه
وعنده تركيز في الملعب نواحي نفس يعني الفورم الرياضية عنده مكتملة. هي تويتا بتعبر عن قيمة ومكانة لاعب احترم تاريخه ومشاركته مع النادي الأهلي في البطولات الأفريقية ومشاركته حتى مع المنتخب في بعض الأحداث، فهو قال لك أرفع الحرج عن الجميع وقول التوفيق بقى للمنتخب في الخلال. هو وقع عليه ظلم ربيع يعني وليد الحقيقة يعني أنا ممكن كان موجود الكابتن مختار مدير فني كنت انا بساعده في بتروجيت كان جالنا من الجونه كان من الجونه البتروجيت 2006 تقريبا انا وهو اول سنه معانا انا شايفه كان احسن لعيب في مصر. هو الحقيقه ما خدش حقه الحقيقه يعني ما خدش حقه، هو المفروض يكون في مكان افضل من كده. حضرتك بتقول 23 مباراه ده المفروض يكون لاعب 123 مباراه على مستوى الدوري والله في لو انا يعني شافت كتقييم ليه يعني المفروض يكون كده المفروض يكون كده. في حاجه اسمها وجهات نظر في حاجه احنا متفقين عليها. طب ايه وجهات نظر في ايه؟ طيب مدى انعكاس مباراه الاهلي والترجي على مباراه مصر وتونس على المستوى الفني؟ انا شايف عند اللعيبه اللي تتحمل المسؤوليه اللعيبه الرجاله العناصر اللي هي عندها ثقه في نفسها انا مستني الماتش ده سواء كنت لاعب في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. أنا بمثل مصر. تحدي؟ طبعا تحدي. احنا انتقلنا من تحدي الأندية أنا أفضل أنا بتكلم فيها جوايا حماس يعني جوايا حماس يعني يمكن الناس مش حاسة بيه. يعني انتقلنا من التنافس بين الأندية للدولة. دولة بقى يبقى الدولة الأهم ولا الأندية الدولة؟ المستوى الدولي أهم. اللي بيمثله المنتخب. بالظبط بالظبط. أنت عندك عايز ترد اعتبار يعني مفيش شك. أنا شايف ان مباراه او للاسف خساره الاهلي البطوله الافريقيه المفروض بحسي انا هتكون ليها تاثير ايجابي على اللعيبه وان شاء الله باذن الله طبعا الله اعلم بالغيب انا بتوقع احنا هنعمل مباراه كويسه هنكتسح احنا المباراه دي احنا هنكسر تونس ان شاء الله. طب شايف سيناريو المباراه ازاي يا كابتن محمود؟ سيناريو هذه المباراه مع الوضع في الاعتبار ان منتخبنا الوطني ومنتخب التونسي متاهل انت بتلعب على زعامه المجموعه والصداره لان كمان هيفرق معاك في التصنيف والرانكينج بعد كده لما تتحط على راس مجموعه في كاس الامم بالكاميرون. طبعا هم مهتمين برضو هم يعني متصدرين على المستوى الافريقي وعلى المستوى العربي تقريبا في الترتيب يهمهم طبعا وكلمه من مصر مصر حاجه كبيره طبعا شرف كل واحد بيسعى دايما دايما حماس الفرق افريقيا كلها مع يمكن بيزيد مع مصر بشكل كبير يعني انما انا شايف برضو تاثير المباراه دي هيدينا يعني فرصه من ناحيه مش بتكلم في الفنيه ما هو الفنيه دي مش هتظهر غير ما يكون انت اعدادك للمباراه بشكل نفسي بشكل ذهني بشكل عقلي احسن انما الفنيات مش هتخرج بدول. انا لو ما بذلش شخص مجهود حجري كام 8 كيلو بس لو النواحي الصفات الارضيه عندي حجري 10 و12 كيلو انا بدي مثال لحاجه فيها رقم يعني فهي اللي هتخرجك هي اللي هتعلي مستواك بس هي مش عافيه انا مش هقدر اخرج يعني مستوى فني عالي غير ما اكون امتلك هذا المستوى الفني عالي بس هو مش هيخرج غير بنواحي نفسيه ونواحي ذهنيه فانا انا رايي الشخصي ده هنكون لو افترضنا ان احنا على المستوى الفني متقارب بحد كبير بس الاعداد النفسي والذهني للاعبين انا شايف عندنا هيبقى فيه انفجار في الناحيه دي. طب دي المباراه يعني. المباراه دي افضل اختيار او افضل اختبار للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني؟ طبعا انت حضرتك قلت نقطه مهمه لان المباراه السابقه ما فيهاش اختبار تلعب فرق متوسطه مش عايز اقول اقل من المتوسط فرق متوسطه على المستوى الفني او على المستوى الفني حسب ده اختبار حقيقي حسب التصنيف كمان اختبار حقيقي لامكانيات المدرب وامكانيات اللعيبه اللي موجوده من فترات سابقه وفي عناصر جديده دخلت تمام يعني جنش يمكن محمود جنش يمكن يبدا مرشح مثلا في طاهر محمد طاهر في المقاولين في محمد محمود بن دجله في اسلام جمال ممكن تعتمد عليهم مباراه كبيره زي ديت؟ لا ما اعتقدش دول هيبداوا لا انت هم لسه عناصر جديده في المنتخب كمان ما خدوش عندهم حتى التاريخ الكبير مع المنتخب او المشوار او المباريات حتى الكبيرة. على المستوى مش هقدر افرض نفسي يعني ممكن لاعب جديد لمستوى يعمل طفره انا شايف محمود جنش قريب يلعب يعني عمل طفره حقيقه فاديله حقه يعني انا شايف يعني ياخد حقه وفي نفس الوقت انا ما احبش اللي يقول لك ايه دايما الناس يقول لك ايه اصل هو مدرب هايل بتثبيت التشكيل يعني تثبيت التشكيل يعني هو ما فيش اصابات ما فيش فورم رياضيه للاعيب بتقل اللاعب مش هيقدر يلعب على مستوى انا بدي 80%
هديها اسبوعين ثلاثه واسبوع اهبط، هديها ثلاث اسابيع واسبوع ثلاث ايام اهبط، وضع طبيعي يعني. ما فيش لعيب بيبقى على التوب على القمه في الموسم طوال ال 12 شهر بتبقى بشكل تموجي، وضع طبيعي ده علميا طبعا الناس كلها عارفاه. فما فيش حاجه اسمها تثبيت تشكيل، اي ماتش قاعد معرض بس في حدود ان انا اغير مركز اثنين ثلاث العب في في في, في العدد ده. ف نرجع تاني للعيبه الجداد، انا شايف ان لو في فرصه حد فرض نفسه يلعب. طيب تغيير الجهاز الفني في المنتخب التونسي، يعني رحيل فوزي البنزرتي وجود مراد الكعبي في التوقيت الحالي، ممكن يكون له تاثير سلبي على اداء تونس في مباراه مصر، ولا شايف التغيير ده مدى انعكاسه على الفريق في المنتخب التونسي؟ هو بص سجدت كتير يا كابتن محمود. لا ما بفكر عشان ارد على حضرتك. هو في نقطه مهمه، ال 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 شايف ان عمليه الفني نسبيه، عمليه نسبيه. المستوى الفني، تدريب، امكانيات لعيبه، لعيبه عندك مجموعه لاعبين امكانياتهم ايه، التدريب اللي بيورث بيطور هذا المستوى كل الجوانب، تطوره بدني وفني وخططي كل الجوانب، تمام؟ مستوى التدريب تمام. ممكن تقوم تحقق نتائج، هم شايفين في تونس ان برضو انك بتلاعب فرق متوسطه المستوى، انما هم ممكن يكون في شايفين الاداء مش قوي، يبقى فيه هبوط في الناحيه الفنيه، برغم انت كان حظك كويس في التوقيت دوت ان بتلعب مع مستويات متوسطه، تمام. في نقطه تانية احنا ما نعرفهاش بقى، الاجواء داخل الفريق. ممكن انا بلعب فرق ضعيفه أكل. بس المؤشرات انك لا هتجد عقبات لو قابلت فرقه مستواها عالي كناحيه فنيه. في مشاكل تانية نفسيه، ممكن الاجواء، الثقه بين اللاعبين والجهاز الفني فيها مشاكل، ممكن النواحي التنظيميه، يعني ممكن تنعكس النواحي السلوكيه، ممكن النواحي السلوكيه ممكن تنعكس ايجابا على ادائهم قدام مصر، ولا ممكن تنعكس سلبا؟ مش عارف حسب انت مش عارف الظروف المحيطه داخل المنتخب التونسي. احنا ممكن نقيمها فنيا، ماشي اوكي فنيا، ممكن فنيا معقول والدنيا ماشيه معاك بشكل مش، بس في رؤيه مستقبليه للمسؤولين، هو شايف استمرار، لا المؤشر في هبوط للمنتخب وشايف ان ممكن تستمر، يبقى يجي هنا في التوقيت ده يقدر لازم يغير الجهاز. يعني اقصد اقول لك بترجع للمستوى الفني والمستوى بقى النفسي داخل الجهاز والعلاقات اللعيبه ببعضها، اختيار المدرب، في مشاكل كتير في النواحي الفنيه قد تكون خافيه او مش ظاهره نتيجه ان المنافس في مستوى متوسط. طيب انما المسؤولين على علم بيها اكيد. طيب سؤال اخير كابتن محمود، هل منتخبنا الوطني يغير طريقه اللعب قدام المنتخب التونسي، تشوف شكل مختلف، تشوف اداء فني، طريقه لعب، ولا هيمشي بنفس الاطار اللي لعب بيه المباريات الاربعه السابقه؟ هو في نقطتين، يعني اولا الطريقه بتتغير على فكره في احداث المباراه. يعني عايز اقول لك حاجه، كان في ابحاث اتعملت انا فاكر كده، بيعمل لقطه على الملعب كل دقيقه لمده المباراه مثلا 90 دقيقه، بيعمل 90 صوره وتشوف تشكيل اللاعبين، هيبقى بنفس التشكيل اللي انت بتبدا بيه تلعب مثلا 3 5 2 مثلا، هل هيبقى شكل ده الشكل ده موجود في الدفاع والهجوم ولا في تغيير؟ ظروف المباراه ومواقف المباراه، الافات المواقف، فخد بالك التشكيل توزيع اللاعبين وانتشار، ممكن الباك يسبق الجناح بتاعه، ممكن اللي في وسط الملعب يسبق المهاجم اللي بيلعب، يعني اقصد هي بتتغير من يعني. النقطه الثانيه، ممكن انا العب بنفس الطريقه بس واجبات ووظائف اللي انا بحطها للاعبين ممكن تتغير، يعني دي اثبت بس الواجبات تتغير، هل هكمل ولا ما اكملش، هل هركز على الجانب الدفاعي اكتر، يعني ممكن التشكيل يبقى ثابت والطريقه تثبت انما الواجبات اللاعبين تختلف، هتلاقي شكل الاداء اللاعبين اختلف. كابتن محمود صلاح انا بشكرك على هذا الحوار، القينا الضوء قدر الامكان على الاهلي والمشوار في المرحله القادمه والمنتخب التونسي، وكل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني امام تونس باذن الله في مباراه يوم الجمعه، وعوده النادي الاهلي ان شاء الله، وعوده النادي الاهلي للمرحله القادمه نتمناه باذن الله باذن الله، وعندنا اربع بطولات، يعني ما ايه المانع ان احنا نكسبهم كلهم ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك كابتن محمود.
كانت فقرة مهمة جدا الفقرة الثانية النهاردة من برنامج الأهلي الليلة مع الكابتن محمود صالح أحد نجوم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي. ألقينا الضوء على المرحلة القادمة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، الارتباطات مستمرة، الأحداث جارية، عندنا مباريات مهمة في البطولة العربية، كأس السوبر المصري السعودي، الدوري العام، وننتظر الجدول الرسمي خلال الفترة القادمة عشان نشوف مرحلة النادي الأهلي في بطولة الدوري خلال الفترة القادمة. أحاديث كثيرة خلال الفترة الحالية فيما هو متعلق بمشوار النادي الأهلي وما هو قادم، وبإذن الله يكون القادم بإذن الله أفضل من أجل جماهير النادي الأهلي، والتوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب التونسي يوم الجمعة القادم. شكرا جزيلا. وبعد الفاصل زميلي أمير هشام وفقرة استثنائية حوارية في ختام النهاردة برنامج الأهلي الليلة. مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، مستمرين معاكم في حلقة الأهلي الليلة النهاردة والعديد من الفقرات. ودلوقتي هيكون معنا فقرة أخيرة مهمة جدا ومختلفة كمان، لأن الحديث فيها هيكون عن التحديات رغم الصعوبات اللي ممكن يواجهها أي إنسان في حياته، صعوبات ممكن تكون مختلفة، فمهم جدا أن أنت تتحدى هذه الصعوبات وتتغلب عليها عشان تحقق هدفك اللي أنت بترجوه وبتحلم بيه بشكل عام. عشان كده النهاردة معنا يعني شاب مصري رائع بصراحة، وقدر أنه يحقق العديد من الأرقام الجيدة في بعض المغامرات والتحديات المهمة جدا اللي هو بياخدها خلال الفترات السابقة وإن شاء الله كمان خلال الفترات المقبلة، وهو الكابتن عمر حجازي. أهلا بك عمر، أخبارك إيه؟ الحمد لله، نورنا حبيبي. كله تمام؟ تمام الحمد لله. في البداية طبعا يعني أنت سباح ومغامر، يعني بتعمل بعض الأمور أو التحديات اللي ممكن تكون صعب تنفيذها وبتخوض هذه التحديات وبتنجح فيها وبتحقق أرقام كبيرة. قولي الفكرة في البداية جات لك إزاي؟ الفكرة في البداية أنا بحب المغامرة بطبيعتي، فزمان أنا عملت حادثة في الفترة الأخيرة، قبل الحادثة كنت بحب أعمل أشكال كتير قوي من المغامرة زي تسلق الجبال، زي السباحة، زي يعني حاجات كتير من أنواع المغامرة. احنا بس عايزين نوضح موضوع الحادثة اللي أدت لإعاقة أو يعني بتر الساق الخاصة بعمر حجازي للأسف، ورغم ذلك كان عنده تحدي مهم جدا أنه هو يقدر يحقق حاجات مختلفة هو كان بيحلم بيها أو هو كان نفسه يحققها. طب عايزين نتكلم عن الحادثة الأول بتفاصيلها، إيه اللي حصل يعني؟ اول حادثه ببساطه باختصار كنت بسوق موتوسيكل، كنت بسوق موتوسيكلات، ومن في نص سنه 2015 كنت في رحله حوالين سينا، وانا راجع عملت حادثه وحصلت لي الاصابه اللي هي بتر في رجلي الشمال. تمام. بعد الحادثه بقى قررت ان انا خلاص الحياه بالنسبه لي حاجه عرفت قيمتها قوي، وعرفت ان هي قصيره ومفيش وقت اعمل حاجه ما احبهاش، فانا هعمل اللي بحبه 100%. فاللي انا بحبه كانت المغامره، قلت خلاص انا كان الاول كان اختبار مني لنفسي هقدر اعمل اللي انا بحبه تاني ولا لا. فركزت في الحاجات اللي انا اقدر اعملها، وركزت يعني مثلا قويت دراعاتي جدا لحد ما قدرت اطلع اول جبل برجل واحده، تسلق روك كلايمنج. ساعتها بقى قلت يعني عرفت ان انا ممكن ارجع اعمل اللي انا بحبه وهيبقى طعمه احلى بكتير من قبل كده. يعني انت بتعمل يعني انواع كتيره من الرياضه، مش رياضه معينه. انواع كتيره، هي تتحط تحت بند المغامرة أكتر من رياضة، بس التخصص أكتر رياضي السباحة. تمام. فبعد ما قدرت أعمل تحدي الجبل بالنسبة لي، وأنا كنت أحب تسلق الجبال جدا، قررت أعمل حاجة بقى أكبر من كل اللي أنا كنت أفكر فيه، أكبر من أي حاجة عملتها قبل كده. فجت فكرة خليج العقبة. تمام. كانت عبارة عن إيه فكرة، يعني الموضوع بالظبط كان إيه؟ فكره خليج العقبه، انا برضو كنت سباح قوي، كنت بعرف اعوم بس ما كنتش سباح جدا. يعني ما كانش ليك علاقه اصلا بالسباحه؟ يعني كنت زي حادثه قبل الحادثه كنت يعني ليك في السباحه شويه، بتنزل الميه كده، ولا ما كانش ليك اصلا في السباحه؟ لا يعني بنزل الميه بعوم زي الناس اللي بتعوم، مش بس مش مثلا حاجات معينه او مش بتمارسها كرياضه يعني. لا بالظبط، مش سباح يعني، بعوم زي الناس العاديه، ما بغرقش يعني. بعد الحادثة قلت خلاص انا عامل انجاز كبير قوي في موضوع السباحه ده، وكان لسه صعب تصديقه يعني. كنت اكلم حد، اكلم مدرب انه انا اعدي خليج العقبه،
يقول لي انت يمين اصلا يعني عشان تعدي خارج العقبه عشان تتمرن معايا يعني كان مدرب عشان تتمرن معاه ومن خلال بعد التدريب عدي خارج العقبه بالنسبه له انت بتتكلم في حاجه بعيده قوي وانت لسه جاي تتمرن النهارده انت بتهزر ولا ايه فما كانش حد مصدق قوي اللي انا هعمله ده فبدات اتمرن في فريق النادي 6 اكتوبر يوم ورا يوم ورا يوم بعد كده تمريناتي بقت تعدي وقت الفريق فكنت بروح اتمرن في وقت خاص يعني ساعه واثنين وثلاثه واربعه لحد ما ربنا وفقني والحمد لله قدرت اعمل اكون اول مصري وعربي واول ذو اعاقه في العالم يعوم الاردن لمصر خليج العقبه. بعد خدت وقت قد ايه في الاستعداد للمغامره دي؟ دي سنه ونص سنه ونص بتستعد. طيب وعديت خليج العقبه قول لنا بقى الكواليس بتاعه الحادثه او المغامره القويه دي وحاجه يمكن ما حدش كان يتوقع ان انت ممكن تقدر تعملها. هو الصراحه كان كل خطوه فيها صعبه يعني انت جسمك ما بقاش متعود يعمل مجهود غير طبيعي ده فكان كل ايام التمرين معظمها كان بيحصل لي اصابات كان بيحصل لي احباطات كبيره قوي بس الحمد لله كانت بتعدي جيت في وقت العبور الخليج قبل العبور بيومين تقريبا البدله اللي كنت لابسها اتقطعت ف حصلت مشاكل يعني لزقناها بالبتاع اللي بيلزق كوتش العربيه ده يعني صرفنا حاجات كانت فكره بابا الصراحه بس الحمد لله نجحت يعني عدل الموضوع كانش ينفع حاجه زي دي تبوظ الكامب اللي قبل العبور على طول كان كله مطر كان جو وحش قوي في طابا وكان كله مطر يوم العبور نفسه حصل عطل في المركب المصاحب وانا طالع كمان هو مفيش حاجة الحاجات دي ما تبقاش سالكة كده بس الحمد لله في الآخر الموضوع انتهى بنجاح وانتهى بإن كل الناس اللي تحبني كانت مبسوطة وإن قدرت أعمل حاجة أكبر مني بكتير يعني ما هو ده الأهم إن أنت يعني رغم الصعاب ورغم الظروف الصعبة اللي ممكن تكون بتمر بيها لكن في نفس الوقت حققت اللي أنت عايزه الهدف اللي أنت عايزه طب إيه التحديات اللي أنت يعني ممكن تكون بتفكر فيها الفترة اللي جاية كمان عشان تاخدها يعني هو بعد خليج العقبة أنا قررت إن أنا هركز في ده بالذات إن أنا لقيت إن ليه أثر إيجابي على المجتمع اللي حواليا وأحيانا بيوصل للبلد إن أنا أرفع اسم بلدي بشكل ما فقررت إن أنا أعمل حاجات كبيرة أرفع بيها اسم بلدي وفي نفس الوقت ليها رسالة إنسانية للناس اللي بتشوفني أو الناس اللي متابعاني أو الناس اللي بتحبني خاصة إن بعدها برضو بدأت ألاقي نفسي بتعزم في حفلات في مدارس او في خطابات في مدارس او سبيتش في كذا او في فلقيت ان انا الناس عايزه تسمع قصتي وعايزه تسمع التجربه وكنت بحكيها والناس بتاثر وتتعلم معايا والادفنشر اللي انا بعملها مش انا بس اللي بتعلم منها انا والناس اللي معايا فبدات اركز في الموضوع ده اكتر وبدات اشير يعني على التواصل الاجتماعي بتاعي او ايا كان بتكلم عن التجربه بتفاصيلها بايه اللي خلاني اعدي الصعوبات بايه اللي انا بتعلمه دلوقتي وايه اللي انا عايز اتعلمه فبدات الموضوع ده بقى ياخد جزء كبير من تفكيري وفي نفس الوقت بحاول ادعمه بمغامرات تمام مغامره تكون مفيده ليا ومفيده لبلدي وفي نفس الوقت تديني البيس او القصه او الخبره اللي اتكلم بيها الناس يعني لما واحد يكلمك عن الخوف وهو امبارح كان لسه في موقف هيموت فيه غير لما واحد يكلمك عن الخوف وهو قاعد على كرسي او قاعد على مكتب بالظبط فبتديني عمق وبتديني دروس كبيره قوي ما خدتش ممكن اخدها في عشرات السنين أكيد. في الحياه العاديه اكيد وفي نفس الوقت بديها لده فحصل ان انا عملت كذا مغامره وشاركت في بطوله شمال انجلترا المفتوحه في بعد خليج اللي هو السنه دي في اول السنه دي هنتكلم عنها طب بس خلينا نروح ناخد مداخله هاتفيه مهمه جدا مع الاستاذ خالد حجازي والد عمر يا استاذ خالد مساء الخير عليك اهلا مساء الخير يا فندم اخبارك ايه كله تمام؟ الحمد لله. طيب يعني احنا في البدايه طبعا عايزين نحييك على البطل اللي قاعد معانا هنا في حلقه الاهلي الليله في قناه الاهلي واكيد يعني شيء مميز وشيء مختلف ان رغم الصعاب اللي هو بيمر بيها بيحقق تحديات ومغامرات مهمه جدا بالنسبه له وهو تحدي اكيد شخصي كمان بالنسبه لعمر ازاي كنتوا بتتعاملوا في هذه الجزئيه بالتحديد؟ والله يا فندم انا واسرتي تقريبا يعني الحمد لله رب العالمين بطاطا المامته يعني عملنا مجهود معاه جامد جدا احنا كنا الحقيقه هو لما حصل له
الضر البنت اللي حصل الحادثة دي كده احنا هو حاول يخش في التحدي واحنا الحقيقة ما كناش فاكرين ان هو بطل يعني كنا نخش معاه في التحدي ده علشان يطلع من اللي هو كان فيه يعني لازم في الحقيقة هو يعني سبقنا وسبق الدنيا كلها وتحدى نفسه جدا جدا وكان يعني اصبح حتى عندنا احنا نموذج حد حتى بيننا في قصتنا يعني احنا كنا عن انا ووالدته عندنا مثلا اخواته عندنا نجاح في حياتنا العمليه لكن ده عمل لنا علمنا الاصرار على على الناس وتضعك حيث تضع نفسك يعني هو حط نفسه ان هو بقى بطل فعلا بقى بطل احنا ما كناش خليك كده كنا بس عايزين نطلع من الموضوع بتاعه اللي هو فيه النفسيه تطلع تتغير خاصة ان هو مر بظروف نفسية جامدة جدا اكيد طبعا بعض الصحاب ياخدوا كده جنب بتاع كده هو بدا يعني بعد كده لما قرر ان هو يعمل ده احنا شجعناه على ده طبعا بس ما كناش متوقعين نعمله ولو عايزينه يعمله خايفين ان هو يعمله كنتوش عايزين ان هو يخوض المغامرات دي لا طبعا وطبعا خاصة خليج العقبة ده فيه 10 انواع من القروش يعني حاجة مش سيف خالص كنا عندنا قلق كبير جدا ف في الحقيقة هو فضل مصر ان هو لو حاولنا نغريب اي مغريات سفروا بره يشوفوا من هنا كده مفيش فهو اصر فطبعا خلانا كلنا نتمر بقى ونزلنا معاه المركب وحاجات كده غريبه يعني بقت تحصل وهو برضه مصر يجي المركب يتعطل برضه مصر يجي مش عارف مطر في التدريب مصر يجي مش عارف ايه مصر فكان عنده اصرار غريب يعني ده في الحقيقه احنا بدانا نعرف يعني هو الراجل المتحدي ده بقى بطل بينه وبين نفسه يعني عدى كل الحدود يعني وبعدين بداوا اصحابه والنادي اللي هو اتمرن فيه وكل الناس اللي يعرفوه بداوا يشجعوه لقيت الدنيا احنا طبعا لغايه لما عدى خليج العقبه لغايه لما خلص واحنا ما كناش حاسين ان هو استقبلته ازاي فكره منه ان هو عايز يعدي خليج العقبه يعني خدتوا الفكره ازاي استقبلتوها ازاي واتكلمتوا معاه في الموضوع ده بانهي شكل والقرار اتاخد امتى يعني اقول لك انا مره في الحقيقه كنت ماشي معاه مع عمر كنا راكبين العربيه على النحو كده في واحد صاحبه مش عارف اسمه ياسين الزغبي ولد كويس جدا كان برضه عامل حادثه فكان محطوط اعلان ده راكب عجله وبقى مش عارف بيلف وكده فقلت له عمر طب ما ايه رايك ما تيجي قال لي اه فعلا ان بابا انا هعمل حاجه انا هو كان بيحب سينا قوي بيحب اللعب قوي فكان بيحب السباحه زي اي حد بيعوم 50 متر خلاص فقال لي طب هو انا هعدي خليج العقبه قلت له نعم قال لي قلت له خلاص يلا انا عايز يطلع بس طبعا احنا ما كناش متوقعين الحقيقه ان هو بيتكلم جد يعني لا مش بيتكلم جد هو احنا عايزينه يطلع من اللي هو فيه النفسيه بتاعته اشتغلنا معاه طبعا اشتغلنا معاه في التمرين هو بدا يتمرن حتى ما حدش مرنه ما حدش مرنه هو بدا يروح يتمرن يتمنى مثلا يوم الجمعه او في التمرين يروح يقعد يتمرن لوحده في حمام السباحه بالساعه بعدين بدا يعمل ساعتين وبعدين ثلاثه وبعدين خمسه وبعدين فلقينا الموضوع بجد يعني طبعا ايه بدا يعمل مسافات كبيره بدا يخش المدرب يقيس له الزمن بدا حاجات كده يعني فطبعا احنا كنا مستقبلين الوضع اللي هو عادي الاول ان هو احنا بنحاول يطلع الحاله النفسيه لكن هو في الحقيقه يعني اصبح نموذج وايقونه للاتحاد حتى بين اصحابه بين صحابي في النادي نادي 6 اكتوبر الحقيقه برضه النادي ده كان ليه فضل علينا وعليه اكيد وطبعا الجمهور المصري الشباب بداوا يتفاعلوا معاه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه غير عاديه الناس بقى يكون عندهم اذا حتى هو ماشي مثلا في النادي او في اي مكان الشباب الصغيرين بقوا مبسوطين منه قوي يقولوا طبعا ده جديد فهو بقى اصبح منه وبينك هيكون الاتحاد وده طبعا ده حاجه انا بفخر بيه يعني بفخر بيه بحييه قدام الشاشه لو سمحت يعني بحيي اتفضل طبعا لو عايز توجه له رساله اكيد عمر موجود معانا اتفضل قول له رساله عنده رجوله عنده رجوله وعنده اصبح ناضج يعني بما فيه الكفايه واصرار رهيب بصراحه يعني في الحقيقه كمان في حاجه عايز اضيفها يعني اتفضل هو كان قبل ما يحصل له يعني الحادثه دي او كده هو ما كانش معانا يعني عمر للاسف ما كانش معانا يعني كان شاب بقى عايش بقى حياته كده يعني مع الشباب واصحابه انما بعد الحادثه لما هو قرب لربنا سبحانه وتعالى وربنا كان ليه فضل كبير عليه بدا يقرب لاسرته بدا يبقى يعرف ان الحياه مختلفه تماما بالظبط عن ما كان متصوره وهو كان شاب عادي فاكر بس فقط الصحاب هم اهم حاجه لا طبعا الصحاب هم اهم هي طبعا ولكن عارف ان اهله ومامته اكيد هم الاول دايما لازم اكيد عارف ان هم دول اكثر ناس ممكن يخافوا عليه طبعا اكثر ناس عايزينه احسن واحد في الدنيا كده يعني
اكيد يعني. استاذ خالد حجازي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وطبعا كان معنا والد عمر واتكلم عن بعض الامور الخاصه بعمر بتحديد في ظل الظروف الحاسه وكمان بعض التحديات والمغامرات اللي كان بيأخذها خلال المرحلة السابقة. طيب عمر بس هستأذنك هنتكلم عن خبر مهم جدا، ونحن الفقرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن من خلال طبعا زميلي محمد سعيد واتكلم عن زيارة وفد من النادي الأهلي طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي وبعض المسؤولين في النادي لريال مدريد علشان يكون في تعاون بشكل أو بآخر طبعا، وده شيء جيد جدا في صالح النادي الأهلي لمزيد من التطور ومزيد من الأمور اللي أكيد هيستفاد منها النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة. مش بس كده لا، كمان أعضاء مجلس إدارة النادي بيشتغلوا في العديد من الامور والعديد من الاشياء المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وبالتحديد عايز اتكلم عن الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس النواب وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي النهارده الفجر كانت في اذربيجان، طبعا وصلت اذربيجان عشان تشارك في الاجتماعات الدوريه لمجلس اداره الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات وده خلال هذه الفترة. في الحقيقة يعني هي أكيد خطوة مهمة جدا، دكتورة رانيا علواني أكيد ليها دور جيد جدا في المساهمة في بعض الأمور اللي بتكون مهمة جدا وخصوصا مكافحة المنشطات، عارفين أن ده شيء مهم جدا أن يتم مكافحة المنشطات في الرياضة بشكل عام، بس مش في الكورة أو في السباحة أو في أي حاجة، لكن الرياضة بشكل عام لازم يكون في تخلص من المنشطات دي. طبعا بعض الصور دي صورة للدكتورة رانيا علواني مع وزير الرياضة هناك في أذربيجان، وطبعا الاجتماعات بتنطلق النهاردة الأربع ولحد يوم الجمعة، مشاركة الدكتور رانيا علواني واللي بتحظى بعضوية مجلس إدارة الوكالة منذ 2014 حتى الآن. الاجتماع السابق للوادة في العاصمة الاسكتلندية جلاسكو بمشاركة دكتور رانيا علواني أيضا، والمقرر أن تعود الدكتور رانيا علواني بعد غد إن شاء الله الجمعة بعد المشاركة والانتهاء من فعاليات اجتماعات الوادة. ده أكيد كان خبر مهم جدا، مجلس إدارة النادي الأهلي بيتحرك في العديد من الملفات المهمة جدا. طيب نرجع لعمر طبعا حجازي بطلنا واللي موجود معانا النهارده، ازاي يقدر الانسان يا عمر ان هو يتحدى اي صعاب بيمر بيها خصوصا لما تكون اعاقه؟ انا مبدئيا بس احب اضيف حاجه، اتفضل. مش الفضل في اللي انا عملته ليا مبدئيا، يعني انا افتكر ان حتى الحاجات البسيطه او حتى روح المغامره او روح العند اللي كانت فيا هي بدات من بابا. يعني افتكر انا اتعلمتها من وانا صغير قوي في بابا اكيد. فكره ان دايما الحمد لله الحمد لله لما كانت حاجه تحصل لي او تحصل لبابا ما بيبصش ورا، ايا كانت حاجه صغيره او كبيره، اقلب الصفحه وبص قدام شوف هنعمل ايه. فدي كانت سبكونشسلي داخله فيا قوي طبعا، فحتى لما حصلت حاجه كبيره خلاص مش مشكله، اقلب الصفحه شوف اللي جاي شوف ايه اللي عندك هنستخدمه ازاي هنعمل بيه ايه. ده الفضل فيه ده الفضل فيه البابا، وطبعا وماما طبعا ليها فضل في حاجات كتير قوي. فطبعا بشكر اهلي، هم السبب ان انا هنا دلوقتي، هم السبب ان عمر حجازي هو عمر حجازي دلوقتي. طيب التحديات دي بقى ازاي تقدر تتحدى الاعاقه، وازاي يقدر اي انسان ان هو يتغلب على اي ظروف صعبه ممكن يكون بيمر بيها عشان يحقق اهدافه في النهايه؟ الظروف الصعبه يعني دايما بيبقى ليها ميزه، يعني حتى لو كانت هي ظاهريا لكل الناس حصل لك مشكله كبيره او حصل لك ازمه كبيره، دايما هتلاقي ان انت لو تاقلمت عليها او لو انت مخك كده كده مخ الانسان البشري عنده استعداد يتأقلم على أي حاجة وعنده قوة يتأقلم على أي حاجة وأي حاجة يطلع منها وبشكل أنت مش متخيله. مش لازم يطلع منها يعني هيعمل نفس الحاجات بالظبط ويبقى نفس الشخص، لا ممكن يبقى شخص تاني أقوى في حاجات تانية كتير. فالفكرة أن أنت تاخد مراحل الزعل عادي، يعني هتبقى في الاول زعلان لازم هتزعل هتعيش اللحظات بتاعت الزعل، لكن لازم تتدارك الموقف وتخش في اللي بعده واهدافك اللي بالظبط. لازم تتقبل الزعل كويس وتقبله وتقبل نفسك بالحاله الجديده لاعمق، يعني في الاول ممكن تبقى فاكر انت قبلت نفسك بالحاله الجديده بس لا، يعني عيش التجربه اديها وقتها واقبل نفسك بالحاله الجديده، وبعد كده بص لقدام هتعمل ايه، هعمل ايه باللي معايا، ايه الابواب اللي ربنا فتحها لي دلوقتي بالظبط. يعني دايما هتلاقي في حاجه اتفتحت، هتلاقي دايما لو انت قبل الحادثه كنت بتعرف تعمل 15 حاجه بس انت كنتش تعملهم كلهم، انت دلوقتي ممكن تعرف تعمل 5 حاجات بس او 3 حاجات بس ممكن تركز فيهم وتعملهم احسن من قبل كده بالظبط. لما طلعت الجبل بعد الحادثه استمتعت، انا كنت بطلع جبال قبل وبعد تمام، بعد
استمتعت بيه قبل يعني اكتر من قبل بكتير قوي. دلوقتي بقى اصعب، لان دايما الادفنتشرر او اللي بيحب يعمل مغامره بيدور على حاجه الاصعب. فدلوقتي بقى اصعب 10 مرات من قبل كده. فلما طلعت كان انجاز بالنسبه لي انا اكبر بكتير. والله في الحقيقه هو كلام جيد جدا منك، ويعني تدي الرسائل اكيد للناس اللي ممكن يكون بيواجهوا نفس الظروف او نفس الصعوبات، ان هم لازم يتغلبوا على هذه الصعوبات ويحققوا كل اهدافهم. طيب انت مركز بشكل كبير جدا على دعم السياحه في خلال مغامراتك، قول لي الفكره جات لك ازاي اصلا في موضوع دعم السياحه المصريه؟ هو الفكره ببساطه انا كنت عملت خليج العقبه مثلا كانت البدايه، علشان انا بحب البحر الاحمر، بحب سينا. طيب. حتى انا راجع ايه سر حبك لسينا يعني؟ انت مش شايف عامله ازاي؟ طبعا يعني انا سافرت بلاد كتير بس سينا جبل، يعني من احلى الجبال اللي في العالم، من احلى البحار، بحر مع جبل مع جو حلو. وحوالي 10 شهور في السنه بالظبط، مفيش بلد الجو فيها حلو 10 شهور في السنه. صح. وريفز ودايفنج وكل حاجه فعلا. فلا سينا جميل، يعني ممكن واحد يبقى عنده اختيارات يروح بره ويروح سينا يعني. فانا بحب سينا قوي، وكمان مبسوطين ان هي ارض مصريه وفخورين ان هي ارض مصريه، وفي نفس الوقت حصل عليها تاريخ، يعني تاريخ العالم كله حصل هنا اكيد. فلا بحبها يعني، او بحبها وبحب الجو هناك، وبحب بروح 4-5 مرات في السنه يعني. فمن حبي في البحر الاحمر، بحب البحر الاحمر، بحب سينا. طب يعني اول لما عيني راحت لمغامره كبيره اخترتها في البحر الاحمر. فده غصب عني، او يعني بشكل ممكن ما كنتش واعي بيه قوي. في كاميرات جت تصور الحدث الانجاز اللي بيحصل ده، وكاميرات من كل حته في العالم. تمام. فده بيربط مع الناس ايه، ان في حدث كبير رياضي حصل في مصر، وشافوا البحر الاحمر الجميل، شافوا الجبل مع البحر، شافوا طابه، شافوا دهب، فبقت دعايه. مش بقول ان هي يا جماعه دي دعايه لمصر، مش بعمل، بس هو غصب عني، او يعني الحمد بمزاجي الحمد لله، بس يعني بشكل مباشر وغير مباشر هي بقت دعايه لسياحه مصر وسياحه سينا. وانا كنت مبسوط من ده جدا يعني. ان كان ده بقى هدفي بعد كده في كل حاجه بعملها. تمام. رغم ان انت وانت راجع من سينا حصلت الحادثه، لكن رغم كده ايضا لسه بتحب سينا. طبعا. طبعا. معناه ممكن تفكرك مثلا بحادثه. الحمد لله الطريق جددوه اللي عملت بيه حاجه. بس لا ما عنديش مشكله. انا افتكر حادثه، انا اخترت انا اركب موتوسيكلات، اخترت اعيش الحياه بتاعت الموتوسيكلات. يعني ومعروفه. فهو برضو واحد اختياراته لازم يعني يتحمل مسؤوليتها. تتمرن كام ساعه في اليوم يا عمر؟ على حسب يعني. دلوقتي مثلا 3 ساعات في اليوم. ساعة السباحة كان بيوصل ل 8-9 ساعات في اليوم. 8-9 ساعات في اليوم. ساعة السباحة. عدد كبير برضو من الساعات، مش قليل. حياتي كلها بديها، انا بشتغل في بنك الصبح. وبعد ما اخلص على طول، برضو طبعا شغلي داعمني في اللي انا بعمله جدا. بس حياتي خلاص ما بقاش فيها وقت، وما بقاش فيها وقت اعمل حاجه تانية، هو رياضه وشغل بس. طيب في خلال عبورك لخليج العقبه اكيد كان في مواقف معينه حصلت لك ما تقدرش تنساها في جزئيه زي دي، وتحديد موضوع سمكه القرش. القصه دي احكيها لنا. هو انا قابلت سمك قرش، بس هو بعد قبل وانا بتمرن للحدث. واحد صديق عزيز عليا قوي اسمه عمر عبد القادر، حصل ان هجمته سمكه قرش وكلت رجله. تمام. فبقيت وانا بتمرن القصه في دماغي بتخبطني. طبعا. مش في دماغي بقى، ده رعب يعني. واحد حقيقي صاحبي اعرفه وشفته حكى لي القصه بنفسه. حصلت يعني حصلت في هنا في مصر. هي طبعا حادثه نادره ويعني بتحصل قليل قوي، بس يعني بعد ما انا بتمرن في البحر الاحمر ممكن وارد. بخاف، وكمان بقى في عمق البحر، انا بعدي البحر طبعا. كله بكل الاعماق اللي فيه. بكل حاجه. فكان الموضوع كان مرعب قوي يعني، اضطريت اعالج نفسي نفسيا عشان اقدر اعمل الحدث ده. بس وكان في يعني كان دايما بيبقى في بقابل كائنات ظريفه، ساعات كان في سمكه صغيره ماشيه معايا شويه. في الاول خالص لما المركب ما طلعتش معايا، قابلت زي حيطه كده من فيها جيلي فيش، يعني مش فيها، هم الجيلي فيش كان موسم التقاصر بتاعهم اللي هي الاناديل. فكانوا عاملين حيطه كده في البحر يعني فيها.
حاجات بصراحه تقلق يعني. طبعا انا بالنسبه لي مش اصلا كان مش عامل مركب، فكان رعب شويه، بس انا بالنسبه لي ده اللي برضو بيخلي المغامره حلو. اكيد طبعا انت طبعا تخاف اكيد اسمها مغامره عشان كده. بالظبط. طب انت بتتمرن من خلال نادي 6 اكتوبر صح؟ مظبوط. طيب خلينا نروح ناخد مداخله مهمه جدا من استاذ او مهندس رضا عامر، رئيس نادي 6 اكتوبر واحد الداعمين الكبار لعمر حجازي. يا باشمهندس مساء الخير عليك. اهلا مساء الخير يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني معنا عمر حجازي، هو احد الابطال اللي بيخوضوا مغامرات رهيبه، وانت اكيد يعني على درايه بهذه الجزئيه طبعا. واحد الداعمين بالنسبه طبعا. له قول لي ازاي بتقدر تتعامل مع عمر في التحديات والمغامرات اللي هو بيقرر ياخدها، ومن خلال طبعا تدريبه في نادي 6 اكتوبر. والله هو عمر يعني احد ابطال النادي البارزين اللي حصل له تحول في حياته، وهو قدر يعني يعدي المرحله الصعبه ويحول حياته بشكل تاني في بطوله وفي حدث. وهو الميزه في الحياه ان هو في باله دايما مصر على طول، انه عايز يعمل حدث دايما لمصر سياحيا واعلاميا كده. فاحنا الحقيقه يعني كل الدعم من النادي في تدريبه وتاهيله في كذا لعبه اهمها او اخصها السباحه تمام والدراجات والتسلق والحاجات دي كلها. فالحقيقه احنا يعني نوفر له كل السبل لانه شاب ايجابي بدل ما يحبط يعني لا غير من حياته، وقدر ان هو يعني يتعدى يعني يتخطى الصعاب، وربنا يوفقه ان شاء الله في الايفنت الحدث الكبير اللي بيعمله المره دي. تبقى حاجه كبيره يبقى ليها صدى دولي وصدى يعني اعلامي وسياحي والقصه دي كلها. فاحنا يعني عايشينها معاه لحظه بلحظه. وهو يعني من ابنائنا اللي بنعتز بيهم جدا ونشجعه، وربنا يوفقه ان شاء الله في إن شاء الله. توقعت نجاحاته في المغامرات اللي بيخوضها لما جالك عمر في الاول كده، وواحد كان يعني بيتمرن في النادي عندك وعنده ظروف خاصه، توقعت ان هو يقدر يعني يحقق المغامرات دي بشكل جيد جدا ويحقق التحديات اللي هو بياخدها يتفوق فيها؟ هو عنده اصرار واراده فوق الخيال، فده اللي مخلينا اكيد يعني عندنا ثقه ان هو ان شاء الله يعمل حاجه كويسه ويبقى لها صدى اعلام ان شاء الله. ان شاء الله. يعني دايما اكيد الدعم الكامل من حضرتك لعمر في مختلف التحديات اللي ياخدها ان شاء الله. طبعا مهندس رضا عامر رئيس نادي 6 اكتوبر بشكرك شكرا جزيلا. قول لي دور باشمهندس معاك كان ايه؟ والصراحة النادي من أول أنا كنت في الأول مثلا كنت أول 50 متر يعني، فده النادي اللي أنا اتمرنت فيه كل حاجة، وده النادي يعني كان مثلا بيسيب لي كنت محتاج وقت كبير أوي عشان أعوم أو عشان أتمرن على السباحة تمام، فكان ممكن يسيبوا لي حمام السباحة طول اليوم فعلا طول اليوم أتمرن. فأنا كده في معسكرات تدريب كانوا بيسهلوها لي جدا، البطولات كانوا برضو كانوا بيساعدوني في البطولات وبيساعدوني في ان انا اقدر اتمرن ليها واقدر اروح واجي بسهوله. الحدث اللي جاي برضو موفرين لي كل انواع الدعم علشان اعمل الحدث اللي جاي. ايه هو الحدث اللي جاي عرفه للناس؟ الحدث اللي جاي ان شاء الله هي حاجه مستوحاه من القصص التاريخيه اللي حصلت على ارض سيناء. تمام. فأرض سيناء عدت عليها العائلة المقدسة، عد عليها سيدنا موسى، كل الحضارات وكل الأديان عارفة عنها. فأنا استوحيت من الطرق دي من الطريق ده إن أنا أعمل حاجة دلوقتي في الزمن ده رياضية 100% تمام، في نفس الوقت ما حصلتش في التاريخ بالطريق ده بالطريقة دي، ما حصلتش في التاريخ الحديث يعني حصل زمان بالظبط. فهو ببساطة هبدأ من أول سيناء من طابة لحد يعني مرورا ب انت كل مغامراتك متعلقه بسيناء؟ مش كلها، في حاجات كانت بره مصر تمام اوكي، بس يعني احلى حته في مصر فين؟ سيناء طبعا. فانا بحب سيناء جدا، وبعدين هي الطريق ده يعني كانت سيدنا موسى عدى منه عدى منه بالذات، فهو الطريق هعمله بالعكس من اول طابه ركوب دراجات ومرور بالجبال. طب في طريق اسمه سيناي تريل لسه وزاره السياحه مكتشفاه وبتنميه جدا، دي بيجي له سياح او مغامرين من كل انحاء العالم.
بس لسه مش واخد الكفرج القويه بتاعته. وفي قبائل عايشه هناك من الاف السنين، قبائل اصيله جدا، بيجوا لها السياح يمشوا في وسط الجبال ويعدوا على القبائل دي ويعيشوا حياه وايلد، يعني حياه مغامره تمام اصيله في سيناء. فالطريق ده هناخده لحد جبل موسى، نتسلق جبل موسى وبعد كده هننزل تاني سايكلينج لحد خليج السويس، ثم كاياكينج 30 كيلو للناحيه الثانيه العين السخنه، ثم سايكلينج لحد النهايه تبقى في اهرامات الجيزه ان شاء الله، اللي هي علامه للحضاره المصريه. اكيد طبعا. متوقع تاخد المسافه دي كلها في قد ايه مثلا؟ ان شاء الله يعني الخطه 11 يوم. 11 يوم ان شاء الله، وده يبقى رقم كويس. ده هيبقى هي اصلا اول مره تتعمل في التاريخ الحديث. لا بالنسبه لك يعني الرينج بتاعك ان 11 يوم ده اعتقد ده هيبقى رقم مميز، لان ممكن تاخد تستغرق اكتر من كده. طبعا. هو وكمان المغامره ان كل يوم مجهود بدني طبعاً جبار، يعني واحد يقدر يعمله يوم واحد في الشهر. يعني اليوم من دول اقدر اعمله مره في الشهر تمام للرياضي. فان انا اعمل كل رياضات مختلفه، تسلق وعجل فانا بختبر، يعني انا بختبر الليمتس والحدود بتاعت نفسي والحدود بتاعت لياقتي. تمام. في نفس الوقت بعمل حاجه يعني هي لو حاجه سهله ناس كتير عملتها من زمان. تمام. فانا عايز افكر الناس ان دي ارض، او افكر العالم بره ان دي ارض حصلت عليها كل القصص وكل الحضارات وكل الحضارات كانت هنا. دي حاجه انا كنت يعني ده انا لما انا سمعت القصه قلت وانا ازاي ناسين قصص الانبياء اللي حصلت هنا صح. وقصص الحضاريه اللي حصلت ازاي ناسينها. وفي نفس الوقت ارض جميله جدا يعني طبعا. وارض ممكن يحصل فيها مغامرات يعني من كل الانواع ومن كل لو ركزنا معاها. فانا عايزين نجيب التركيز ده تاني. وفي نفس الوقت هو تحدي للليمت الشخصيه او للتحديات الشخصيه، ممكن تحطها كحاجه رمزيه. يعني ممكن انا لما تسلقت الجبل كان بالنسبه لي تسلق الجبل حاجه رمزيه جدا رمزيه وحقيقيه. يعني انت تطلع القمه اللي هي بتاعت حياتك وانت تطلع قمه الجبل، انت تقابل صعوبات في النص وصخر وصخور تمام، هي دي الصعوبات اللي تقابلك في الحياه. فهي الرحله دي برضو بالنسبه لي حاجه رمزيه. طب عايزين نتكلم عن بطوله انجلترا المفتوحه واللي حققت فيها رقم قياسي في عبورك 5 كيلو متر بقدم واحده. كلمنا عن البطوله دي بالتحديد والارقام اللي انت حققتها. هي البطوله دي بطوله الاسوياء تمام. كنت رايحه عن طريق السفاره البريطانيه هنا في مصر. 10,000 سباح كان بيشارك فيها. كلهم اسوياء. هما كانت 10 كيلو 5 كيلو وكيلو. واقل من كيلو كانت مش عارف 250 متر تمام. فانا كنت في الكاتيجوري 5 كيلو. كان عملت 5 كيلو في ساعتين و17 دقيقه تقريبا، وده كان رقم كويس جدا بالنسبه للسباحين الاسوياء. فكان الحمد لله كان الناس منبهره ان واحد مصري عربي مش سوي او مش زي السباحين العاديين وقدر يحقق الرقم ده، والحمد لله قدرت ارفع مصر وشرف مصر في انجلترا. ردود الافعال اللي بتجيلك بتبقى عباره عن ايه لما بتحقق النجاحات دي؟ والله انا بحس ان انا عادي يعني ان انا بس بلاقي ناس منبهره ومبسوطه قوي باللي انا بعمله، بس انا بحس ان عادي انا بعمل، بحس ان بتمرن، بحاول اتمرن كويس. هو التعب بالنسبه لي في التمرين اكيد، النتيجه اللي الناس بتشوفها البطوله او الحدث. فانا التعب بالنسبه لي في التمرين ده اللي بتعب فيه، ده اللي الناس مش شايفاه، ده اللي في الكواليس. الناس بتشوف البطوله اللي بالنسبه لي بتبقى طبعا صعبه بس انا متعود على التعب ده فبحس ان عادي. بس الناس بتقول لي لا يعني انت يعني من الناس تديني فيدباك قوي، فيدباك بوزيتيف، وان انا اثرت عليهم ايجابيا، دي من اكتر الحاجات اللي بتاثر فيا. في شركات بترعى عمر حجازي ولا الامور ماشيه ازاي؟ طبعا في شركات حكوميه وغير حكوميه، والبنك اللي انا بشتغل فيه ووزاره الشباب والرياضه. الدكتور اشرف صبحي طبعا مدعمنا في الحدث اللي جاي بشكل قوي جدا. يعني في اهتمام. طبعا ده شيء جيد وايجابي اكيد. مين اكتر شخص بيشجعك؟ من اكتر شخص بيشجعني من الشخصيات العامه كان استاذ هشام عكاشه تمام، استاذ شهاب النواوي، استاذ سميح ساويرس. من الشخصيات اللي في حياتي انا شخصيا او الناس القريبه مني طبعا والدي اكتر حد، وامي على فكره بتخاف قوي عليا، بتخاف قوي من اللي بعمله طبعا، بس في نفس الوقت بتدعم وبتدعي لي بشكل قوي قوي.
العيلة بشكل عام هي العمود الأساسي يعني. أكيد طبعا. الرسالة الأخيرة اللي أنت حابب توجهها لكل الشباب اللي بيسمعوك دلوقتي واللي لازم يتغلبوا على التحديات أو الظروف الصعبة عشان يحققوا التحديات اللي هم نفسهم يحققوها، إيه الرسالة اللي أنت حابب تقولها؟ الرسالة يعني مثلا أنا أول حدث عملته كان الهاشتاج بتاعه كان I choose. I choose ده يعني كانت الرسالة اللي عايز أوديها أو أوصلها إن مهما اللي حصل لك او مهما كان ظروفك او مهما كان الجيفنز او الحاجات المحطوطه لك على الترابيزه انت اللي تختار هتعمل ايه. يعني دايما انا بالنسبه لي اي حد بيشتكي او بيلوم العالم على ظروفه او بيعيش في الزوم بتاعه ان انا المظلوم دي غلطتك انت طبعا. انت مش عارف تتعامل مع الموقف بتاعك ازاي، انت مش واخد الكنترول بتاع حياتك تمام. فمهما كانت الظروف اللي بتحصل لك انت اللي تختار تبقى فين، وكان ده الانجازات اللي عملتها في الاخر كانت اثبات ان انت اللي تختار. يعني انا كان البوتنشلز او الحاجات الامكانيات اللي عندي اقل طبعا، بس عملت بيها حاجات اكتر اكيد. مش بمدح في نفسي، بس هو دي الحقيقه، دي اللي حصل يعني طبعا. فده كان الهدف. الهدف اللي جاي اني اشارك مع الناس ده واعمل حاجه اكبر مني وحاجه تمثل مصر وحاجه ترفع علم مصر في كل حته اكيد. عمر حجازي يعني شرفتنا ونورتنا النهارده وقلت رسائل مهمه جدا لكل الناس اللي بتسمعك في كيفيه تحدي الاعاقه وتحدي الظروف الصعبه علشان تحقق كل اللي بتتمناه. يعني بتمنى لك دايما التوفيق، وبصراحه كنت مبسوط ان انت معايا النهارده. شرف ليا. شكرا. طبعا كان معانا بطل الابطال السباح المغامر عمر حجازي اللي بيحقق مغامرات او بينجح في مغامرات عديده جدا بياخدها خلال الفترات العديده طبعا بعد حادثه اللي تعرض ليها للاسف. اكيد بنتمنى له كل التوفيق. دي طبعا كانت حلقتنا وفقرات حلقة الأهلي الليلة النهاردة على مدار 3 ساعات سابقة من خلال زميلي العزيز محمد الجندي وأيضا زميلي العزيز محمد سعيد، وكنت معاكم في آخر فقرة من حلقة الأهلي الليلة النهاردة. استنونا وحلقة جديدة إن شاء الله غدا. تصبحوا على ألف خير.